الرحيم. طبعا احنا نتمنى اليوم التوفيق للزعيم الاماراتي. الفترة اللي طافت هم يعني عانوا فيها كثير ولعبوا مباريات كثيرة، اكيد راح يقوي اللاعبين. اتمنى ان الله يوفقهم اليوم ان شاء الله يحققون نتيجة ايجابية. طبعا المباراة اكيد راح تكون حلوة، تضم فريقين كبار واكيد جاهزين لهي المباراة. وانا اتمنى من اخواني شوي يركزون في هاي المباراة، وادري ان تعبوا في الفترة اللي طافت بس هم قدها ان شاء الله وراح يحققون نتيجة ايجابية باذن الله. شكرا لك كابتن. الله يسلمك، شكرا. اذا كان هذا حديث الكابتن سيف محمد متحدثا عن مباراة اليوم، لتعود لك الكلمة من جديد زميلي هيثم، تفضل. شكرا محمد، تفضل زميل. اول شيء يعني نعقب على المعطيات المباراه الكل، هيثم نحكي على نقاط الضعف ونقاط القوه، اوكي، ولكن في الاخير عندنا احسن فريقين بكل المقاييس الموسم هذا، عندنا 9 لاعبين منتخب على ارض الملعب. خط الهجوم كابتن، نكمل المقارنه بس. اوكي، نكمل المقارنه، عندنا احسن فريقين في الموسم، عندنا احسن، اذا في احسن لاعب، احسن مدافع، احسن وسط باش يكون اليوم على ارض الملعب على الموسم كامل. هي صح. يعني للامانه لو رغم اختلاف النوعية بين بروسكي وخيمينيز في وصف في صناعة اللعب، لأنه الاثنين مؤثرين جدا على النواحي الهجومية للفريق، الاثنين يستفيدوا منهم المهاجمين الاثنين اللي هما جرافيتي وسمواجي يستفيدوا الاثنين بطرق مختلفة. بالنسبة الخيمينيز يستفيد منه جرافيتي بالأسيست، يمهد له دائما كرات ويعطيه في المساحات في الوقت اللازم. خيمينيز استاذ بالاسيست. بالضبط. بالنسبه لبروسكي، تعرف كم اسيست عامل خيمينيز؟ بس خليني اقول لك، انا قلت لك هيثم الموضوع هذا. لا والله انا بعد جتني المعلومه من النادي الاهلي، جبتها بالارقام كابتن. 14؟ اكثر من 14 كابتن، يمكن الان وصل 18 اسيست. معدل محترم جدا، وبصراحه من ابرز لاعبي هذا الموسم انا حسب رايي، رغم انه الهاله الاعلاميه ماخذها جرافيتي. فهد معجب فيه خيمينيز. انا لا انا اختلفت معاه شوي. انا احس طيب، انا بروسكي يفيد جيان بتحركاته، بفتح طيب المساحات، بفتح الثغرات. هذا اكرم جاب لك نوع من الاسيست اللي عمله خيمينيز. لا ما فيش نقاش، الاكثر من هذا هو لما يكون في المساحه. انا بقول خاصه في المباراه هذه صنع للحمادي، صنع لاحمد خليل ها مع الوصل في الدوري، اعطيه الحركه لما يستلم الكره، اذا تحرك اللعيبه حوله. ليش قلنا احنا السرعه مطلوبه؟ كواريزما يطلب الكره في الساق، الحمادي يطلبها في المساحه، عدنان حسين يطلبها في المساحه، جرافيتي في المساحه، هو يفضل اللاعب اللي يطلب في المساحه. طيب فهد، قبل يعني الان خلاص يعني اخر دقيقه، ابرز تعليمات كيكي وكوزمن للفريق. انا اشوف انه ما راح يكون في اندفاع مثل ما الجميع يتوقع. المباراه هي بطوله في 90 دقيقه، او خلينا نقول في وقت اضافي. انا اعتقد انه راح يكون في حرص من الفريقين، راح يكون في فتره فيها جس نبض من الفريقين، مع انهم طويله بتكون الفتره. لا ما اتوقع، يعني يمكن يكون في مفاجاه في المباراه، لكن في البدايه ربع ساعه انا اشوف ان الفريقين يعني مع انهم يعرفون بعضهم البعض، طيب، لكن اهميه المباراه راح تفرض على الفريقين الهدوء في البدايه. ما عندنا وقت زبير وفهد، خلينا نروح نشوف عيسى الحربين شو محضر. تفضل. في كابينه التعليق، عيسى الحربين شو محضر للمباراه يا كابتن؟ نعم هيثم، تحيه لك، تحيه للزملاء الخبراء الزبير وفهد علي. حقيقه هيثم، مباراه من هذا النوع يجب على المعلق او حتى المشاهد او حتى انت والخبراء والجماهير التي ناديت بني تواجدها، والان اعتقد انها كانت عند الوعد، اننا يجب ان نستمتع باللحظه الانيه. حقيقه قيم مثل جيان، جرافيتي، مثل عمر عبد الرحمن، خيمينيز، هناك كواريزما، هناك صحيح. ايضا قيم من هالنوع يجب ان نستمتع باللحظه الانيه في لعبه كره القدم. طيب. نعم أنا أتفق أنها نهائي مبكر، نعم أتفق مع الخبراء بأن هذين الفريقين هما الأفضل في هذا عيسى الموسم. عيسى الله يعلم راح تقول لمين، هاتها من الشبكة، للعين ولا للأهلي؟ عموما الكلمة والصورة لك عيسى، وكل التوفيق لك ولكل عشاق ومتابعي كرة القدم ولجماهير الفريقين الأهلي والعين. والله يعينكم يا جماهير العين والأهلي على أعصابكم في هذه المباراة. بعد الفاصل أتحول لعيسى الحربي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان، اليوم الإثارة تبلغ ذروتها الليلة في هذه الأمسية والعصرية، ربما تستمر على مستوى كرة القدم. نحن اليوم في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الزعيم والفرسان في استاد آل نهيان. استمتعوا باللحظة الآنية أيها الأحبة في كل مكان. مباراة فيها عمر عبد الرحمن وخيمينيز، فيها جيان وجرافيتي، فيها هلال سعيد وكواريزما، إسماعيل أحمد وبشير سعيد، داود سليمان وماجد ناصر، فيها كوزمن الذي يظهر في هذه الصورة وكان له تصريحا بأنه يأمل بالثلاثية بعدما حقق بطولة كأس الدوري أو بطولة الدوري أو بطولة كأس السوبر، يأمل حقيقة بثلاثية هذا الموسم. هذا الرجل الإسباني يأمل بأشياء كثيرة، تحقيق بطولة في هذا الموسم وإنقاذ موسمه مع جرافيتي وأصدقاء في هذا اليوم، وأيضا ما يأمله ويتمناه حقيقة جرافيتي بأن يصل إلى المباراة النهائية عن طريق بوابة كبيرة مثل بوابة نادي العين، وبالتالي حقيقة المباراة المنتظرة والممتعة، الكل يترقب لأن يصل إلى المباراة النهائية منتظرا لقاء الغد بين الوحدة والشباب في هذه الأمسية الكبيرة. حقيقة أجواء كبيرة وأجواء رائعة للغاية في الملعب وفي هذا المكان وفي هذه اللحظة عندما نستمتع حقيقة بالصور. أمامك مثلا تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم، كيكي فلوريس كمدرب يدخل بماجد ناصر، عبد العزيز سنجور، بشير سعيد، سعد سرور، عبد العزيز هيكل، رباعي خط الدفاع، رباعي خط الوسط، الحمادي، عامر مبارك، ماجد حسن، كواريزما، في المقدمة جرافيتي خيمينيز. بينما هذا الرجل طبعا كيكي سانشيز فلوريس الذي لم يظهر في المؤتمر الصحفي وها هو يظهر في مباراة اليوم يقابل كوزمن الذي قال أسعى للثلاثية وقال أنني لا أتقبل الخسارة في تقسيمة داخلية، فما بالك أمام الأهلي وهي في حد ذاتها بطولة هامة. هكذا إذن يتحدث كوزمن في مباراة اليوم، والجماهير والأمة العينوية حقيقة تحضر وبكثافة لمباراة اليوم. الكل حقيقة يترقب أيها الأحبة في كل مكان. ساعة عمار الجنيبي حكم هذا اللقاء، الرجل الذي سيوقد ساعته لمدة 45 دقيقة أولى، سيكون الزعيم العيناوي على يمين السادة المشاهدين. انطلقت المباراة بينما الفرسان الأحمر الأهلي على يسار السادة المشاهدين. اليوم العين يدخل مباراته بداود سليمان في حراسة المرمى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، وفارس جمعة، بالإضافة إلى مهند العنزي في خط الوسط. هناك عمر عبد الرحمن، هلال سعيد، رادوي وكيمبو، فضلا عن وجود أسم واهجيان وأليكس بروسكي في مباراة اليوم. هنا خطأ يحتسب لمصلحة ماجد حسن في هذه الآونة، مباراة صعبة بكل القيم. نادي العين نجح بتجاوز بني ياس 2-1 والفجيرة برباعية، بينما كيكي فلوريس بصعوبة وبركلات الترجيح فاز هنا على الظفرة، وبعد ذلك فاز على دبل فجيرة بهدف للا شيء. جرافيتي يتقدم والكرة توصل على طول إلى حارس المرمى في نادي العين داود سليمان. حقيقة من الأشياء التي بلا أدنى شك أنك تراها وتستمتع بها هي القيم العالية في المباراة. مثلا الآن يا سلام عمر عبد الرحمن، لكن كرة مباشرة مقطوعة لمصلحة نادي العين من جديد للجانب الأيمن، تقدم لمحمد أحمد ويتقدم ويرسل كرة عالية، التغطية حضرت عن طريق عبد العزيز هيكل، عادت عيناوية ثم تعود مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. خاطئة من ماجد حسن وصلت إلى كيمبو، التدخل من سعد سرور، الكرة تصل للجانب الأيمن حيث هنا هيكل بيحول كرة. مباراة تخليك في المستطيل الأخضر في هذا الملعب، تخليك فقط لتتابع اللحظات. لاحظ الكرة اللي أكملها سعد سرور من أمام كيمبو، كيمبو يقع على أرضية الملعب
ويعاني من إصابة في هذه الآونة، يكمل بحول الله تعالى مع زملائه. المباراة التي يعمل من خلالها الأهلي الوصول إلى النهائي للمرة الثامنة في تاريخه، حيث وصل 7 مرات محققاً في ذلك من البطولات 7، وهو ثاني أكثر من يجمع البطولة بعد الملك، بعد الملك الشرجاوي الذي يحقق البطولة 8 مرات، بينما العين 5 بطولات حققها بعدما وصل إلى النهائي 11 مرة، وهو الوصول الأكثر ما بين الأندية. الكرة تصل إلى هلال سعيد، كرة مباشرة مهند العنيزي من جديد، هلال سعيد للخلف إلى مهند العنيزي، يكون في الظهير الأيسر بعد أن يغيب، وهو الغياب الوحيد بالنسبة للفريقين هو خالد عبد الرحمن الظهير الأيسر للزعيم. كرة بتوصل على طول من أمام عمر، تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة نادي العين، رمية جانبية. هذا هو كيكي فلوريس، لم يحضر المؤتمر، حضر محمد بن جلبوت المؤتمر الصحفي. وصل المباراة وصفها بالنهائي، وتوقع أيضا الكأس بأن تكون للأهلي، وقال أنه أمر مشروع للذهاب إليه بالطرق المشروعة، ولا أدري ما الذي يقصد بجلبوت بعبارة الكأس حق مشروع بالطرق المشروعة، لكن بلا أدنى شك هناك الكثير من الإيحاءات لمثلا ما حدث ما بين الفريقين، حيث يشد الأنظار في بطولة الدوري النهاية المؤسفة، النهاية التي انتهت بإصابة الحكم المساعد، وانتهت أيضا بفوز نادي العين بقرار 3-0، رغم أنها انتهت تعادل سلبي لكن بقرار. طبعا يومها قال كوزمن بأن المباراة كان يفترض أن تنتهي بالتعادل. الكرة بتوصل على طول لمصلحة نادي العين، لكن الكرة تصل من جديد، خطأ لمصلحة أليكس بروسكي، الخطأ يحتسب على لاعب المحور عامر مبارك. استمعنا للخبراء، حديث الزبير بيه، حديث فهد علي، حقيقة حطونا في الصورة وأعطوا القيم الواضحة. مثلا في خط حراسة المرمى يتفوق النصر بخبرة ماجد ناصر، تفوق مثلا الأهلي، بتتكلم عن مثلا نادي العين يتفوق في خط المحور في ظل وجود هلال سعيد ورادوي عنهم، عن عامر مبارك وماجد حسن، لكن القيم الهجومية هي من تسجل الأهداف، وبالتالي عندنا قيم عالية في ظل وجود جيان وبروسكي وكيمبو بالنسبة للعين. وجيان الآن والكرة تتحول، تتكمل على طول، على طول عاد ماجد حسن لإبعاد الكرة، شوف خيمينيز وين واصل، أعاد الكرة إلى الجهة اليمنى. عندنا أيضا جرافيتي، خيمينيز، كواريزما. بالنسبة للأهلي القيم الهجومية قوية حقيقة في مباراة اليوم. خطأ لمصلحة النادي الأهلي، خطأ في هذه الآونة بقرار حكم اللقاء في مباراة اليوم، وهو عمار الجنيبي يساعده حسن محمد، بالإضافة إلى محمد أحمد يوسف في مباراة اليوم حكام مساعدين، ويكون الحكم الرابع أحمد سالم خلفان في مباراة اليوم. كوزمن الذي قال أن لدي أسلحة الهجوم الأقوى، وهكذا يعبر بظل وجود جيان بروسكي وكيمبو، لكن أيضا الأسلحة متواجدة في الأهلي ربما تستغل، وهي معركة يجب أن تستخدم فيها كل الأسلحة المتاحة. عندنا خطأ، والمتمكن والمتخصص بشير سعيد بيسدد، والكرة على طول يبعدها رادوي، الخطأ لازال قائم، الكرة بتتكمل على طول من الجهة اليمنى، تذهب إلى رمية جانبية لمصلحة الأهلي، أبعدها بروسكي. أليكس الذي أرهق تماما في الفترة الماضية في ظل إصابة إجيان كان يلعب أدوار متعددة بالنسبة للعين، لكن لا زال يكون هو اللاعب الذي يمثل حلقة وصل دائما ما بين الوسط والهجوم، وربما حلقة الوصل مع الجماهير يفرحهم بأهدافه. كرة بتوصل على طول من الجانب الأيمن، هيكل يرسل كرة عالية، لكن الكرة بالطول على طول بتوصل إلى خارج أرضية الملعب، طالت على جرافيتي. عندنا صراع ما بين يعني الهدافين للدوري جيان وجرافيتي، تتكلم عن صراع
حقيقة مثلا ما بين الأول والثاني في الدوري تتحدث حقيقة عن الكثير من الأرقام بين الصراع، تتكلم عن الأهلي الذي يبحث عن بطولته الثامنة ليكون ويحقق مثلا أمرا تاريخيا وفرصة تاريخية للأهلي لمعادلة رقم الشارجة. الآن كرة توصل على طول للجهة اليسرى، كيمبو إيكوكو يتقدم للأمام، أمام اثنين نجح بالمرور والعرضية متاحة، الكرة الله عيأت والكرة خطيرة خطيرة خطيرة، هلال يفكر بالمرور يحتفظ بالكرة، الكرة طارت وأبعدت من الدفاع، عادت من جديد لمصلحة العين، مهارة عالية لفارس جمعة لكن الكرة في النهاية مقطوعة. انطلاق الآن لإسماعيل حمادي بمر كرته، التغطية حضرت في الوقت المناسب بالنسبة للأهلي، الكرة في الجانب الأيمن، تقدم لهيكل يرسل كرة إلى جرافيتي، الكرة تتكمل إلى خارج أرضية الملعب، غياب لخالد عبد الرحمن هنا وغياب أيضا ليوسف محمد بالنسبة للأهلي الذي تحدث عن مباراة اليوم لقنوات أبو ظبي الرياضية من أرضية الملعب وقال بأنه يتوقع فوز الأهلي، وقال بأن كيكي فلوريس استعد كما لم يستعد من قبل لهذه المباراة. الكرة بتوصل على طول، لاحظ أن كيمبو تراجع أخذ كرة، الكرة تذهب إلى رمية جانبية لمصلحة الأهلي، حضور جماهيري رائع للغاية عندما ترى سواء في المنصة الرئيسية الممتلئة أو حتى في الواجهة على يمين ويسار الشاشة كما ترون. هذا الفاصل طبعا هو فاصل وحاجز روتيني أمني، وبالتالي أنت تتحدث عن حضور جماهيري باعتقادي، رغم أننا نلعب في ملعب نادي الوحدة هنا في استاد النعيان، لكن باعتقادي بأنه أكثر حضور جماهيري هذا الموسم. يا أصحاب السعادة، لما ستكون السعادة إما عينوية إما أهلوية للوصول إلى المباراة النهائية. الآن كرة بتوصل والكرة عالية لكن تتكمل على طول من مدافعي العين. هلال سعيد محاولة قائمة للأهلي، هنا خيمينيز يحاول التقدم، الكرة بتوصل من أمام جرافيتي، تغطية ممتازة من دفاع العين، انطلاقة حاضرة من الجانب الأيمن، شوف أليكس بروسكي يتقدم للأمام وينتظر الآن المساندة، يمرر كرة إلى عموري، عمر المايسترو، الكرة مقطوعة إلى مايسترو آخر هو خيمينيز، الصراع بينهم في مباراة اليوم، التقدم الآن عن طريق كوارزما يرسل كرة بطريقته الخاصة لكن الكرة بالطول على طول وصلت إلى الحمادي، القنبلة، الكرة تتحول على طول، هنا لافتة كبيرة من جماهير النادي الأهلي واضعين الرقم 7 يقصدون إسماعيل الحمادي وعنوانا أو مثلا لقبا يعطون هذا اللاعب القنبلة، وبالتالي هل ينجح مثلا بتفجير طاقته في مباراة اليوم بالذات في جهة موجود فيها مهند العنزي في الظهير الأيسر الغير معتاد على هذا المكان. ماجد ناصر يرسل كرة عالية، تصل الكرة من جديد لمصلحة خيمينيز في منتصف الملعب، يحاول التقدم، أفضل من صنع أسيست في هذا الموسم على جميع المسابقات، تتكلم عن 18 صناعة هدف لهذا اللاعب التشيلي. كرة في الجانب الأيمن للأهلي، سعى السرور يتقدم تصطد وتروح على طول إلى خارج أرضية الملعب، الرجلان واقفان، تتكلم عن كوزمن الآن يظهر في الصورة، وهناك من هذا المكان أرى أيضا كيكي فلوريس، المباراة من هذا النوع ستجعلهم يقفون، ونتمنى حقيقة مباراة ممتعة وأن نستمتع فعلا باللحظة الآنية بمهارات اللاعبين وقدرات اللاعبين، نحن أمام الفريقين الأفضل في هذا الموسم، ونتمنى حقيقة بأن نستمتع بجمل من الفواصل، والحقيقة أن كوزمين توقع أن تكون المباراة ممتعة للجماهير الإماراتية، هذا ما توقع كوزمين. الآن كرة بتوصل على طول إلى كواريزما، الكرة لريكاردو لازالت، يحاول هذا البرتغال الحفاظ على كرته والسعي من الجهة اليسرى، يمرر كرته إلى سنغور، يحاول التقدم، نجح بالمرور لكن الكرة بالطول مباشرة وتذهب لمصلحة العين، الآن عادت مقطوعة وتتمرر على طول إلى خيمينيز، يغير لعب
باتجاه جرافيتي، يحاول إدنالتون الحصول على الكرة الحفاظ عليها، حافظ عليها أمام من؟ أمام كيمبو، كيمبو لا في التغطية، الكرة من مهند عنيزي تذهب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. جميع الفرق التي وصلت هذا الدور سبق لها وأن حققت اللقب، الأهلي 7 مرات، العين 5 مرات، الشباب 4 مرات، الوحدة مرة واحدة، وغدا يلتقي الشباب والوحدة في مباراة النصف النهائي. كرة على طول بتوصل من جديد لمصلحة لاعبي الأهلي، محاولة قائمة بالنسبة لكواريزما، يفكر بالتسديد، يبحث عن مساندة، يرسل كرة لكنها خاطئة. لاحظ كيمبو تراجع للخلف، عمر على طول مر الكرة إلى هلال سعيد ثم إلى جيان، كرة جيان مقطوعة، عادت أهلاوية ثم عادت عينوية. الصراع حقيقي في منتصف الملعب، الصراع حقيقي ما بين قطع مثلا في فريق كوزمن وكيكي فلوريس في خط الوسط، من الوحدات ومن الأدوات التي يأمل بالرجلان أن يتفوقان فيها. حتى الآن تبدو بعد مرور 14 دقيقة من الشوط الأول نحن نتابع مباراة قوية في الملعب، مباراة حقيقية في الملعب، مباراة فيها الرغبة في الجانبين، ولا تشعر مثلاً بإغلاق منافذ، لا تشعر بالتوتر، لا تشعر مثلاً بالضغوطات، تشعر بأن الرغبة موجودة والمتعة موجودة والمحاولات متاحة. الآن كرة توصل على طول إلى خيمينيز، الكرة توصل إلى إسماعيل حمادي، لكن التغطية حاضرة أمام إسماعيل، وصلت الكرة من جديد باتجاه الجانب الأيمن، هو إسماعيل يتقدم ويمرر كرته إلى كواريزما، التغطية حضرت في الوقت المناسب عن طريق اللاعب فمهند العنيزي إلى خارج. الآن الأهلي أخطر، الآن فعلا الأهلي أخطر. شوف إسماعيل أحمد من تدخل أمام كواريزما لإنقاذ الموقف، ويشعر حقيقة مهند العنيزي بالخطورة لأن الأهلي يضغط من البداية ويرغب بتسجيل هدف مبكر في مباراة اليوم. وخيمينيز يرسل كرة بتتكمل، عادة تتسدد، تتحول إلى ركلة زاوية جديدة للأهلي. الفرسان وعن طريق بشير سعيد سدد الكرة الأخيرة، اصطدت بالدفاع العيناوي، ذهبت إلى ركلة زاوية جديدة للأهلي. نعم الأهلي يعبر عن خطورته في هذه الآونة في المباراة. لا زال الكل ينتظر ويترقب، كواريزما يتقدم للهجوم بينما الوصايا حاضرة بلاعبي وهجوم النادي الأهلي لاستغلال الركلة الزاوية. تأتي هذه الوصايا عن طريق لويس أنطونيو خيمينيز، الكرة بترسل عالية وبالرأس، جول جرافيتي، جاء بالسعادة للفرسان، الأحمر سجل الأول، الأحمر عن طريق جرافيتي اللي ما يرحم وما يصدق خبر في مثل هذه الكرات، جاء بالخبر العاجل وبالسعادة في ملعب أصحاب السعادة. إنها حمراء الآن، إنها أهلاوية الآن، جرافيتي أمام جيان ارتقى أعلى وحول الكرة بالرأس في شباك العين. الأهلي يسجل الهدف الأول، الأهلي يتقدم بهدف الآن في الدقيقة 15 في الربع الساعة الأولى. نجح إذن هذا البرازيلي، هذا المهاجم الخطير الذي يأتي دائما بالأخبار العاجلة والأخبار السعيدة، جاء عاجلا في ملعب أصحاب السعادة بالسعادة للفرسان. هدف لمصلحة الأهلي، هدف لجرافيتي، هدف كان طبيعي وكان متوقع كما تحدث بأن الأهلي أفضل وأخطر من بداية المباراة ويقترب شيئا فشيئا، فعلها جرافيتي إذن وسجل أول أهداف اللقاء. العيناوي يعمل بالعودة، كواريزما يتقدم الآن من الجهة اليسرى، يتوغل، التغطية حضرت من بروسكي، الكرة على طول من داود سليمان بيكمل كرته، وصلت الكرة من جديد لمصلحة بشير سعيد، بيحول كرته إلى الجهة اليسرى عبد العزيز سنغور،
ينتظر. الأهلي يضغط من البداية، الأهلي يحاول ويسجل ويستمر أيضا في محاولاته. العين يحتاج إلى أن يرتب صفوفه، أن يرتب أوراقه. كوزمين الآن يقف من أجل إعطاء الوصايا، ولديه أيضا الكثير من الحلول ربما يستخدمها في قادم الوقت لو استمر. إلا إذا عموري على الجانب الأيمن، أليكس بروسكي يحاول التقدم، الكرة تعود من جديد لمصلحة العين. عمر مرة أخرى إلى رادوي، تعتل العارضة من ميرن رادوي. شوف زورو سدد كرة قوية لكنها ذهبت بعيدة سليمة على مرمى الحارس ماجد ناصر. هكذا في الأفلام الأكشن يا كوزمين، عندما يكون لديك هزمة تجد زورو، وبالتالي حاول رادوي في الكرة الماضية لكن الكرة تعتلي العارضة إلى خارج أرضية الملعب. كرة على طول إلى سعد سرو، محاولة ترتيب هجمة بالنسبة للأهلي. التغطية حاضرة من جديد، جماهير حضرت امتلأت الآن بالمكان وتستمتع. وحقيقة الأجواء في أبوظبي هذه الأيام أجواء كرة قدم، أجواء جميلة، جو كروي. وبالتالي الآن محاولة للتقدم والكرة توصل، ومحاولة قائمة والكرة إلى ركلة مرمى من أمام الفنان، من أمام العازف عمر عبد الرحمن. الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. لاحظ الكرة الماضية، ولاحظ طبعاً الكرة ما كان فيها أي شيء لمصلحة عمر عبد الرحمن، ذهبت إلى ركلة مرمى. الجو كروي، جو جميل، جو متعب. والآن حقيقة بهذا الحضور الجماهيري وهنا في استاد النهيان، وهنا حقيقة في المركز بالنسبة للعاصمة أبوظبي، باهية باهية أرض الجمال بهذا المنظر الجميل حقيقة، وبهذا الوضع الآن الذي يجعلنا نتابع مباراة مستمرة بعد تقدم الأهلي بهدف عن طريق جرافيتي. الكرة إلى رمية جانبية للأهلي، تتحول على طول، تصل مباشرة لمصلحة هلال سعيد. عمر عبد الرحمن، كيمبو بيحول كرة مباشرة، عادت إلى سعد سرور، تصل إلى إسماعيل حمادي. الكرة للخلف لدى بشير سعيد، بشير يحافظ على كرته، عليه ضغط موجود. ماجد حسن على طول بيمرر كرة للجانب الأيمن، محاولة قائمة بالنسبة لخيمينيز. خيمينيز يمرر كرة جميلة تصطد وتعود من خيمينيز سهلة لحارس المرمى داود سليمان في هذه الآونة. الكرة تذهب إلى ركلة إلى حارس المرمى داود سليمان. بالنسبة للعين يرسل كرة على طول من سعد سرور، وحتى الآن السعادة للأهلي والسرور للأهلي. الكرة من سعد سرور تذهب إلى ماجد ناصر مباشرة. سعد سرور لاحظ أمامك النتيجة، جرافيتي يتقدم بهدف من ركل الزاوية وكرة رأسية، سجل الهدف الأول لمصلحة الأهلي. وصلنا إلى الدقيقة العشرين، محاولة قائمة عن طريق اللاعب رادوي، يعيد الكرة مباشرة لدى فارس جمعة. جمعة إلى الجانب الأيمن، محمد أحمد يتقدم، ينتظر مساندة من عمر. كرة خاطئة تذهب إلى خيمينيز، بيهدي لعب مع كواريزما. كواريزما يتقدم، الأهلي لديه رغبة بتسجيل هدف ثاني، وربما الآن جرافيتي يتقدم. الكرة على طول تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي العين. المحاولة اللي غطاها إسماعيل أحمد أمام جرافيتي نالتو صاحب هدف التقدم وصاحب سعادة كيكي فلوريس. فلوريس يشعر بضغوطات ويشعر برغبة بتحقيق بطولة، وهذا وضع طبيعي لأن الرجل حتى مثلا مؤتمر الصحفي لم يحضر ولم يتحدث. وهناك حقيقة أيضا حدث حديث في الحوار، جمع مثلا عمر عبد الرحمن وجمع عدنان حسين في المؤتمر الصحفي. الحديث مثلا عدنان حسين موجود في دكة البدلاء، لكن عمر عبد الرحمن الآن يحصل على خطأ اللاعب الذي قال قادرون على تحقيق حلم الأمة العيناوية من ملعب آل نهيان، وقال أيضا بأن البنفسجي طوى ملف الآسيوية ولن ننظر للخلف.
وسنستمر بإسعاد هذه الأمة في أي بطولة كانت، ونأمل أن تكون حاضرة في البطولة الأقرب. هنا طبعا خالد عبد الرحمن يظهر في الصورة، اللاعب الذي يغيب في الظهير الأيسر للإصابة. في المقابل أيضا الأهلي يعاني من غياب للمدافع يوسف محمد في مباراة اليوم، لكن كلهم حضروا ويتابعون ويراقبون ويتأملون ويرون مباراة من هذا النوع بلا أدنى شك تسعد المتابعين. إلا أن هذه اللقطة لا تسعدنا عندما ترى لاعبا مثل عمر عبد الرحمن يعاني من إصابة. لاحظ إعادة الهدف، لاحظ أن جرافيتي كيف كان أمام جيان، كان جيان أقرب للكرة لكن جرافيتي تقدم بخطوة على جيان، ارتقى القائد للفرسان، وهكذا أسعد الجماهير والأنصار بهدف التقدم بكرة رأسية. الجماهير الحمراء السعيدة، وهنا لافتة موجودة مكتوب فيها كما يردد أنصار نادي الريدز، نادي الأحمر، نادي ليفربول، هنا أيضا مكتوب يو ويل نيفر ووك الون بالنسبة للريد بويز كما هم كاتبين هنا في هذه اللافتة الكبيرة. عندنا خطأ لمصلحة رادوي، ورادوي سجل هدف من مكان الآن، والآن الله جميلة لكنها سليمة. رادوي يطالب بركلة زاوية من حكم اللقاء عمار الجنيبي. رادوي الذي سجل هدفا تقريبيا من هذا المكان في مرمى اتحاد كلبة، سدد الآن من هذه المسافة البعيدة لكن الكرة ذهبت. إيه والله، إيه والله، كلام رادوي على حق عمار الجنيبي، يقول للحارس لمس الكرة وماجد ناصر لمس الكرة، وفعلا ماجد ناصر لمس الكرة، إلا أن عمار الجنيبي لم يحتسب ركلة الزاوية لمصلحة نادي العين. كرة على طول من ماجد ناصر. وصلنا إلى الدقيقة 24، التقدم حاضر للأهلي، خطأ يحتسب على طول. الكرة محمد أحمد مباشرة إلى إسماعيل أحمد، منه إلى مهند العنزي، يرسل كرته، فيها استقبال وتغطية وتقدم لجيان، جيان يضرب في جهة سعد سرور، بيحاول كرة ذكية لكن بلا متابعة من أليكس، ذهبت إلى ماجد ناصر، ماجد حولها الجهة اليسرى. هنا خطأ للأهلي، خطأ لريكاردو كوارزما بلا أدنى شك. عندما يكون لديك كوارزما فإن هناك عدد من اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء، وهذا محمد أحمد يحصل على أول بطاقة صفراء في المباراة بلا أدنى شك. عندما يكون كوارزما لديك فإنك تحصل على العديد من مقاطع الفيديو، سواء عن السرعة، عن المهارة، أو حتى عن طريقة باللوب بتمريرته الكرات، حيث يلعب الكرات المقوسة بقدمه اليمنى حيث اعتدنا ومشاهدته. الآن كرة توصل على طول إلى حارس المرمى داود سليمان. جرافيتي واقع على أرضية الملعب، الكرة بترسل على طول إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. صاحب الهدف واقع على أرضية الملعب، جرافيتي نالتو في هذه الآونة، قائد الأهلي لاحظ الكرة اللي تدخل من خلالها إسماعيل أحمد ثم ارتقى، وبعد ذلك لاحظ هنا التدخل والكرة اللي تحولت من إسماعيل أحمد. حديث بين كيكي فلوريس وماجد حسن، عندنا قيم عالية في الفريقين من اللاعبين المحليين، تتكلم عن 9 لاعبين يا كوزمن ويا كيكي فلوريس في قائمتك، هم من لاعبي المنتخب الوطني، وهذا أمر جميل ورائع أن ترى. عدا ذلك لديك قيم عالية جدا من المحترفين، وجرافيتي حتى الآن يعطي الغلبة للأهلي. كرة بتوصل على طول إلى جرافيتي، يفكر بالمرور، التغطية موجودة من فارس جمعة، الكرة حاضرة، التغطية حضرت أيضا من محمد أحمد، تعود من جديد، الكرة لازالت محمد أحمد لكنها خاطئة، تصل إلى عامر مبارك، بيعيد كرته مباشرة لمصلحة العين، هو الفنان الآن يتقدم، عمر عبد الرحمن ينتظر المساندة. مباراة من هذا النوع العين في أمس الحاجة إلى عمر، بأمس الحاجة إلى جيان، بأمس الحاجة إلى أليكس، بأمس الحاجة إلى كيمبو. هذا الرباعي عندما يتحرك بالذات مثلا يرى المحللين الخبراء أن عمر عبد الرحمن
هو عندما تكون كرة بين أقدامك فإن فكرة الهدف تبدأ من تمريرته، هكذا يعبرون. الآن كرة توصل لكن أفكار كثيرة ومتنوعة بالنسبة لهجوم الأهلي الآن، ولدينا كوارزما، الكرة على طول إلى الحمادي، التغطية حضرت مباشرة من إسماعيل أحمد، وصلت إلى هلال سعيد، كرة خاطئة تعود من جديد لمصلحة ماجد حسن للخلف، تصل لمصلحة الأهلي، تتحول المباراة في وضع متحرك صراحة، المباراة ليست مغلقة، المباراة فيها الآن خطأ لمصلحة جيان الذي يأمل أسموا أن يترك بصمة، المباراة ليس فيها تراجع مثلا الأهلي رغم تقدمه ورغم أننا نلعب في مباراة خروج مغلوب، لا، الوضع متحرك وربما نرى أهداف في أي لحظة، ربما عمر الآن يحول كرة ذكية إلى جيان، الله، ضاعت ضاعت يا سمواه، ضاعت، أعطاك إياها، رسمها، قشرها، صلحها بالقلم والمسطرة، أعطاك إياها، أعطاك عمر عبد الرحمن، لكن جيان حولها سهلة في أحضان ماجد ناصر، فرصة بتضيع على العين، كرة بتتحول، نعم عندما الكرة تكون بين أقدام هذا اللاعب تبدأ فكرة الهدف بالنسبة للعين، وحول كرة كانت جميلة لجيان لكن جيان لم يتعامل معها كما يجب، ذهبت الكرة إلى ماجد ناصر، كرة تعود إلى حارس المرمى بالنسبة لنادي العين، محاولة لترتيب هجمة تصل إلى مهند العنزي، يرسل لك كرة عالية، الكرة تتحول لكنها بتبعد من دفاع الأهلي، وصلت من جديد من ماجد حسن إلى إسماعيل حمادي، إسماعيل كرة للخلف، تصل الكرة من جديد لمصلحة ماجد حسن، بيحول كرة ذكية، إجرافيتي سيطر عليها مع الحمادي، إسماعيل تدخل، إسماعيل أحمد، إسماعيل عليه خطأ لمصلحة إسماعيل، خطأ إسماعيل أحمد لمصلحة إسماعيل حمادي، بطاقة صفراء ثانية للعين هي من نصيب إسماعيل أحمد بعدما حصل محمد أحمد على بطاقة صفراء حتى الآن، وهي البطاقتين الصفراء في مباراة اليوم، تحضر إذن عيناوية، خطأ لمصلحة الأهلي، نص ساعة حتى الآن كاملة وكوزمن لم يعطي مثلا أي بصمة لخطورة حقيقية للعين سوى بتمريرة كانت من عمر عبد الرحمن إلى جيان وتسديدة من كرة ثابتة من رادوي، اعتلت العارضة سليمة على مرمى الأهلي، هذا كل شيء ما قدم الأهلي في العين في النصف الساعة الأولى، الأهلي تقدم بهدف ولا زال أيضا يحاول بزيادة الغلة، لكن الآن هيمن العين سيطر على الكرة، استعاد اتزانه في أرضية الملعب، عمر بيمر الكرة لكنها تصل إلى هلال سعيد، منه خاطئة إلى الحمادي، بيمر الكرة إلى جرافيتي، وضع طبيعي، وضع طبيعي جدا أن يتحرك العين الآن، الهيبة، القيمة، الأمة العينوية، الكل ينتظر، وضع طبيعي للهجوم والتحول في هذه الآونة، الوضع الطبيعي أيضا للأخطاء، مباراة بدأ فيها نادي العين يجازف مثلا بترك المناطق الخلفية من أجل التقدم، لكنه يأمل على الاتزان بالعودة لأن الهجوم الآن حاضر للأهلي، فعلا الهجوم حاضر، حكم اللقاء عمار الجنيبي أعطى استمرارية اللعب، ثم الآن كرة تتوقف للإطمئنان على خيمينيز الذي صنع هدف اليوم من ركلة الزاوية، والذي صنع قبل هذه المباراة في هذا الموسم 18 هدف، 18 أسس، بطاقة صفراء في هذه الآونة على فارس جمعة، ولاحظ أن الرباعي في دفاع نادي العين ثلاثة منهم حصلوا على بطاقات صفراء، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، وفارس جمعة، هذا الرباعي حصل منه ثلاثة، إذن ما باقي مثلا لمهند العنزي، هذا وضع بلا أدنى شك ربما يتسبب لأزمة لكوزمن لو استمر الضغط بالنسبة لنادي الأهلي، الآن كرة تصل من جديد، عامر مبارك بيحول كرته للخلف من جديد، تعود الكرة إلى ماجد ناصر، التهيئة حاضرة، 32 دقيقة حتى الآن والتقدم حاضر لمصلحة الأهلي بهدف لا شيء في الدقيقة 15 عن طريق جرافيتي كيكي فلوريس،
هادئا يتابع سيناريو صعب لا يمكن توقعه، لا يمكن حقيقة التنبؤ بأن المباراة ستنتهي بهذه الصورة. ربما تحدث أشياء وأشياء، ربما نصل إلى الدقيقة 90 وأبعد، ربما مثلا تكون الأهداف حاضرة أكثر في مباراة اليوم، وهكذا تأتي الصورة. الكرة تصل من جديد إلى خارج أرضية الملعب، جو جميل، والآن حقيقة الجماهير التي تحضر باعتقادي أنه الحضور الأكثر في هذا الملعب في هذا الموسم، مباراة خروج مغلوب، مباراة حساسة، مباراة بين قيم لاعبين عالية وناديين عاليين حقيقة على المستوى في هذا الموسم. أن تتحدث عن ملك البدايات مثل النادي الأهلي وتتحدث عن زعيم البطولات مثل نادي العين. خطأ الآن على إسماعيل أحمد، الخطأ يحتسب لمصلحة جرافيتي. ماذا عن حكم اللقاء عمار الجنيبي؟ يتحرك الآن ليطالب كوزمن بالعودة إلى مكانه كما أرى من هنا. حديث صعب يجمع كوزمن وعمار الجنيبي في هذه الآونة بعد التدخل في هذه الصورة. ردة فعل حاضرة، لاحظ الكرة الأخيرة، ولاحظ أيضا العتابات من الجماهير، ولاحظ ردة فعل بالنسبة لكوزمن. وضع طبيعي جدا أن ترى مثل هذه الصور، هذه اللقطات. الكل يأمل بالوصول إلى المباراة النهائية، ولو العين يأمل لأول مرة في تاريخه الجمع ببطولتي الدوري والكأس ثنائية في موسم واحد. هذا ما تحقق للأهلي من قبل، والنصر والوصل والشباب والجزيرة. العين لأول مرة يأمل في تاريخه بأن يحصد لقب بطولة الدوري والكأس في موسم واحد، ولكن الأهلي يتقدم الآن عن طريق كوارزما. الكرة خطيرة متاحة تتهيأ الآن، عمار الآن بيحول كرته، لكن الكرة من أمام عامر مبارك، بعدها الدفاع، محاولة الآن قائمة تصل إلى إسماعيل الحمادي. إسماعيل يتقدم، الكرة بتتمرر، تعود عن طريق ماجد حسن، خيمينيز بيمرر، جرافيتي طالع على يمينه، الكرة فيها خطأ. خطأ في مكان خطير جدا، وبالذات عندك اثنين ما يرحمون من هالمكان. الأول واقع على الأرض ويتمناه ويعمل فيه تحويشة ويدفع فيه فلوس، هذا خيمينيز يتمنى هالكرة، وعاد كذلك كواريزما يتمنى من أعماق قلبه أن يحصل على هذه الكرة، مثلا كرة ثابتة. هنا لدينا إسماعيل أحمد، وماذا سيقرر عمار الجنيبي؟ شوف الإعادة، لاحظ تقدم. هنا الكرة من كيمبو، والتدخل والقرار سليم وحقيقي للأهلي، وأعتقد أنها تستوجب بطاقة على الأقل في هذه الكرة الماضية. هنا في الصورة شوف خالد عبد الرحمن يتابع، لأنه يعرف من هالمكان، يعرف أن الكرة خطيرة. يا عمر، والذي يعطي وصاياها الآن لحارس المرمى داود سليمان، وممكن تنحط في مكان لو وجدت خيمينيز أو مثلا ريكاردو كواريزما أو جرافيتي، كل هؤلاء واقفين أمام الكرة، الوصايا موجودة، والخطأ 4 إلى 5 مو كافي، مو كافي بالذات أمامك كواريزما يستعد الآن. ولدينا الآن بشير، الله، بشر الأهلي بشير بالثاني، وبشير سعيد أعطى السعادة للمرة الثانية، تأتي أهلاوية الآن، جول ثاني للفرسان. ليلة حمراء يا عيناوي، ليلة حمراء يا عيناوي، شوف الكرة، بشير سعيد صاروخية تذهب إلى الزاوية الصعبة في أحلى مكان في مرمى سليمان، في أحلى مكان يا بشير، جاء بالبشارة للأهلي، هدف ثاني للفرسان، بشير سعيد، السعادة غامرة هنا في المدرج الأحمر على يسار، هنا في استاد النهيان.
في ملعب أصحاب السعادة مرتين. كان أصحاب السعادة الأهلي، الأولى عن طريق جرافيتي، الثانية عن طريق بشير سعيد، الأولى بكرة رأسية من كورنر، الثانية بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة من كرة ثابتة. أنا كنت أقول أربعة في الجدار الدفاعي غير كافين أمام التسديدات، وبالتالي بشير سعيد سدد كرة في زاوية داود سليمان في زاوية الحارس، الكرة ذهبت في أحلى مكان، والآن تسدد حلوة حلوة من أليكس، والمباراة الآن جميلة وممتعة. والأهلي توقعنا بزيادة الغلة وحدث ذلك بتسديدة جاءت من بشير سعيد. أليكس بروسكي حاول أن يقلص الفارق، لكن الكرة إلى ماجد ناصر أحد لاعبي النادي الأهلي واقع على أرضية الملعب، بالتحديد ماجد حسن يعاني من إصابة في هذه الآونة. الأهلي حقيقة في الشوط الأول أفضل وأخطر وحاول أكثر، وبالتالي يستحق التقدم حقيقة على مستوى الأفضلية الفنية للسيد كيكي فلوريس منه عن الخطط الكواريزمية. الآن عندما تتكلم عن كوزمين وخطط الكوزمينية الآن حقيقة يفكر بهذه الصورة، وعندما شوف هذه اللقطات التي ما كانت عد، شوف هذا توقع النتيجة هو كأنه كاتب ثلاثة، لكن الآن الهدف الثاني جاء عن طريق بشير سعيد. صاروخ لا يصد ولا يرد، ومن أهداف بشير سعيد من هالمكان اللي ما تنعد أهدافها الحلوة، وهكذا يأتي بالسعادة والفرح في هذا المكان، لأن حط كرة في أحلى مكان وسجل الثاني الأهلي في هذه الصورة. بالسلامة للاعب ماجد حسن يعاني من إصابة الآن، ربما يعود إلى أرضية الملعب كما أرى. نعم يستعد للعودة في هذه الآونة، رغم أن هناك عدد من لاعبي النادي الأهلي خلف مرمى الأهلي يجرون عمليات الإحماء، إلا أن ماجد حسن يطلب العودة الآن من حكم اللقاء عمار الجنيبي. لاحظ في الدقيقة 16 جرافيتي سجل هدف، بشير سعيد أضاف في الدقيقة 36 الهدف الثاني لمصلحة الأهلي. 2 للأحمر، لا شيء للبنفسجي، كرة ملعوبة على طول بتصل إلى العنزي، بيحضر كرة إلى كيمبو ممكن عندما تنتهي الحلول يجد نفسه حلا وحيدا، محاولة بتسديداته أو تمريراته القاتلة، يعمل ذلك العنزي من الجهة اليسرى، الكرة تذهب إلى رمية جانبية عينوية. العنزي مرة أخرى مهند بيمري كرته، لكن الكرة بتتكمل، تصل أيضا أهلاوية الآن في الجهة اليمنى، إسماعيل حمادي بيمر كرة إلى جرافيتي مع خيمينيز، يبحث عن تغيير لعب وينتظر تمريرة بينية، وربما الآن يا سلام على تغيير اللعب بطريقة إلى الجهة اليسرى، عادت للخلف بشير حضرها، كرات متبادلة حمراء وتمريرات متقنة وجميلة، والتقدم الآن حاضر، والكرة الآن ربما متاحة إلى التحرك ومحاولة والعرضية، والكرة إلى داود سليمان، أمسك إذن بالكرة الأخيرة. جميلة كانت اللقطة الماضية، ولاحظ الكرة اللي تحولت مباشرة بالنسبة لنادي العين، لكنها ذهبت مباشرة إلى حارس المرمى. المحاولة كانت حلوة، والجملة التكتيكية كانت جميلة، والكرات المتبادلة. ماذا عن العين؟ حقيقة تشعر بأن لاعبي الوسط مفصولين تماما عن لاعبي الهجوم، تشعر أن جيان في 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 مكان بعيد عن عمر عبد الرحمن، عن كيمبو، عن هلال سعيد، عن رادوي، وبالتالي أليكس وجيان يسعون للهروب من الرقابة، الهروب من الحصار، العودة إلى المنتصف، لكن أين الحل؟ أين الحل في الأظهرة مثلاً بالخروج؟ عندك محمد أحمد لم نرى طلعاتها المعتادة، ومهند العنزي اللي أعتقد أن هذا المكان لم يعتد عليه في هذه الجهة، وبالتالي هكذا جاء التفوق بكرتين من الأهلي، كرة جرافيتي بالرأس وكرة أيضاً تسديدة من بشير سعيد. عدا ذلك أيضاً هناك أفضلية إلى حد ما في المنتصف الميدان حمراء، كرة بتصل من جديد إلى نادي العين، المحاولة من رادوي على الصدر بالخبرة من هلال سعيد، حولها
على طول إلى العنيزي، وصلت الكرة إلى كيمبو، إيكوكو بيمر كرة جميلة، لمسات العين المعتادة الآن نراها والآن جميلة جدا، والكرة تصل سهلة يتركها ماجد ناصر إلى ركلة مرمى. هذه اللمسة ما بين رادوي وهلال سعيد وعمر، هذه افتقد الجماهير العيناوية 42 دقيقة من زمن المباراة حقيقة. عندما يتحرك كيمبو، رادوي، هلال سعيد وعمر بهذا التحرك تجد جيام يهرب من الرقابة أو أليكس بروسكي، لكن عندما تتحرك الكرات الآن الوضع متحرك بالنسبة للعين، يحاول بترتيب هجمة، يحاول على الأقل تقليص الفارق قبل الذهاب إلى الغرف المغلقة. كرة بتوصل على طول من جديد لمصلحة الأهلي، مباراة سريعة حقيقية وقوية، الأهلي يرغب بالثالث، يا سلام على كواريزما، الكرة تصل من جديد، محاولة انطلاقة فارس جمعة أوه المرور، التغطية عادت إلى ريكاردو، بهيئ كرة إلى عامر مبارك، بيغير لعب بطريقة رائعة الآن من هذه الجهة، لكن التغطية حضرت من أمام عامر، كرة على طول تصل من جديد وتعود الكرة لمصلحة حارس المرمى. شوف لما تتكلم عن المباراة من البداية ذكرنا علينا أن نستمتع باللحظة الآنية، وأعتقد أننا فعلا نستمتع بمباراة متاحة ومثيرة وفيها الكثير من التوقعات، أي سيناريو من كان يتوقع أن الأهلي مثلا يتقدم بهدفين حدث في الشوط الأول، كيف سيكتمل السيناريو، كيف سيؤلف ويكتب الحوار كوزمن خلال الدقائق الباقية من الشوط الأول أو حتى ما سيكتبه في الشوط الثاني. كرة توصل على طول، المباراة لا زالت من إخراج كيكي فلوريس، الكرة تصل من جديد لمصلحة محمد أحمد على طول إلى هلال سعيد، بيمرر كرته يبحث الآن فارس، بيمرر كرته لكن الكرة مقطوعة من أمام ماجد حسن، تتحول على طول للحمادي، الحمادي يتقدم يمرر كرته مباشرة إلى خيمينيز، خيمينيز تذهب الكرة للخلف، تناقل كرات وتبادلها، وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في الشوط الأول، التقدم حاضر الآن من عبد العزيز هيكل، الكرة بالخطأ وصلت إلى العازف عمر عبد الرحمن، بيمرر كرة جميلة، الكرة إلى أليكس، أليكس بروسكي يبحث عن عمر، بيعلي كرة، فين جيان؟ طويلة على جيان، بعيدة على جيان أسموها، ذهبت الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة النادي الأهلي الأفضل الأخطر الذي سجل الأهداف، الذي أسعد جماهيره، الذي يذهب للمباراة النهائية حتى الآن. يا كوزمن، كوزمن فعلا كما يقول يأمل، ولأول مرة في تاريخ النادي العين الجمع ببطولتي الدوري والكاس بالثنائية، لكن هذا لم يحدث، ومن فعل ذلك من قبل؟ الأهلي، النصر، الوصل، الشباب والجزيرة. الأهلي لديه فرصة تاريخية لمعادلة رقم الشارجة التاريخي والوصول إلى البطولة الثامنة فيما لو نجح ذلك. الآن كرة توصل على طول ومحاولة الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت من إسماعيل أحمد إلى رمية جانبية لمصلحة النادي الأهلي. دقيقتين في ساعة عمار الجنيبي، مرت نصف دقيقة، الآن بقيت دقيقة ونصف من الوقت بدل الضايع للشوط الأول، الكرة تصل من جديد إلى جرافيتي، تغطية من العنيزي وكيمبو، مر جرافيتي ويمرر كرة لكن بالخطأ، وصلت على طول إلى عمر عبد الرحمن، يحاول التقدم عمر، ينتظر المساندة، الكرة في منتصف الملعب، رادوي بيمرر كرة للجانب الأيمن، محمد أحمد إلى عمر عبد الرحمن، بيحول كرة بالرأس، تتحول تعود الآن عيناوية، المحاولة قائمة، العرضية متاحة، جيان، الكرة تهرب أمام جيان، على طول تعود الآن عيناوية للعنزي، مهند العنزي بيمرر كرته إلى كيمبو، كيمبو يمر، كيمبو ينجح، كيمبو يسدد، سهلة يا كيمبو، سهلة يا إيكوكو، الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. خلاص الشوط الأول شارف على النهاية، الشوط الأول أحمر وليس بنفسجيا، كذا كانت تتمنى هذه الجماهير الحاضرة
الوافدة التي حقيقة كانت تأمل بالعودة. هل ينجح كوزمين بإخراج المباراة بكتابة تأليف سيناريو وحوار في الشوط الثاني للأمة العيناوية؟ دعونا نتابع هذا الهجوم الآن. الكرة متاحة الآن في الجانب الأيمن، محمد أحمد بهي كرة لعمر عبد الرحمن. صافرة الشوط الأول جاءت عن طريق عمار الجنيبي. الأهلي 2 يا كوزمين، إغرافيتي سجل هدف أول ونجح بشير سعيد بإضافة الثاني. الأحمر هيمن سيطر أمتع وسجل، وهذا هو المطلوب في كرة القدم. لكن كرة القدم 90 دقيقة، هل نراها مع عمر عبد الرحمن ب 45 دقيقة؟ المتعة مستمرة أيها الأحباء مشاهدي أبو ظبي الرياضية من لقاء العين والأهلي هنا في استاد النهيان، نصف نهائي كأس رئيس الدولة. تابعونا ولا تذهبوا بعيدا إلى الشوط الثاني. أما الآن نتحول إلى الزميل هيثم الحمادي بعد الفاصل. قيادة إلى أبعد مدى. سيارة هي توقف نفسها. هنا عملية ركن، أما هنا نذهب بعملية الركن إلى أبعد مدى. صراحة أول مرة بشوف هذا الشيء موجود في السيارة. واو. مع نظام المساعدة النشط للركن المتوفر، سيارتك ستركن نفسها بنفسها. سيارة هي توقف نفسها. شيء رائع صراحة. إبداع جديد نذهب معه إلى أبعد مدى. عن جد كثير كثير مبسوط فيها السيارة. والعديد من الجوائز في بطولة البلاي ستيشن الأكبر في العالم. راح أشارك في هالبطولة. الحق يا سند، الريال واقف مواقف السكان وشكله ما يدري شو السالفة. هاي مواقف مخصصة للسكان وممنوع الزوار يوقفون فيها من الساعة 9 في الليل لين 8 الصبح. المفروض يوقف سيارته في المواقف الرئيسية باللون الأبيض والأزرق بثلاث دراهم، أو الفرعية الأسود والأزرق بدرهمين اللي ما عليها لوحة للسكان. وترى في مواقف خاصة لسكان الفلل اللي عندهم تصاريح غيرهم ما يوقفون فيها. مشكور يا سند على المعلومات وعساك على القوة. مواقف في حياتنا. وجوه غاب عنها الأمل واختفت منها الابتسامة، فإن طلبونا بخطوة نعدو لهم آلاف الخطوات. دعما لمرضى الكلى حول العالم، ماراثون زايد الخيري، نيويورك 2013. شكرا عيسى الحربين. الشوط الأول من قمة النجوم ينتهي أهلاويا، شوط غاب فيه العين وسجل فيه الأهلي. هداف الأهلي الجرافة جرافيتي يحرز الهدف الأول من كرة ثابتة في الدقيقة 15 على طريقة جرافيتي. الهدف الثاني للأهلي جاء عن طريق بشير سعيد المتخصص في هذه الكرات في الكراتية الثابتة، يحرز الهدف الثاني للأهلي لينهي الشوط الأول لمصلحة الأهلي بهدفين لهدف. هل انتهت القمة مبكرا أم لا؟ هذا هو السؤال الأبرز في هذا الاستوديو بعد أن شاهدنا الشوط الأول فيه مستوى متواضع للعين. الأهلي تسيد معظم فترات المباراة واستغل الفترة اللي كان فيها العين غير جيد وكان فيها الأهلي جيد.
والعين يعني في الشوط الأول كان بالمجمل سيء في كل خطوطه، وواضح انه في مساحات في نص الملعب استفاد منها لاعبين الاهلي في الكرات المباشره لاعب مع لاعب. شفنا دائما تفوق لفريق الاهلي، كرات ثابته كانت حل مناسب لفريق الاهلي لاستغلال حاله الغياب الذهني لفريق العين، سجل من خلالها هدفين، الخطا الاول في الرقابه، الخطا الثاني يتحمله داوود في 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 موقفه، لكن اجاده من فريق الاهلي في تنفيذ هذه الكرات. شفنا اصرار عدد لاعبين اكثر من فريق الاهلي، فريق الاهلي لعب على المفاتيح الموجوده في المباراه، استغلها بطريقه جيده، كان ممكن انه يسجل اهداف اكثر في الشوط الاول في حاله الغياب التام للتنظيم الدفاعي اللي اعتدنا فريق العين انه يكون عالي. دائما نشوف فريق العين من الفرق اللي عنده تنظيم دفاعي جيد، لكن انا اشوف ان كيكي لعب بطريقه بسيطه جدا، قدر انه يعطي ادوار للحمادي وشغل الفريق بالحمادي واستغل الكرات من الجانب الاخر من كواريزما. شفنا خمانيت في عمليه الرجوع الى نص الملعب وتفريغ النص والعمل في كرات مباشره لجرافيتي. طيب الهدف الاول بيرو، كابتن زبير تفضل معك الهدف. شوف هيثم، اذا توجد جرافيتي في هذه المنطقه شكون ما تراقبش جرافيتي، شكون بتراقب يعني للامانه. بعدين اللي يجلب الانتباه لو نوقف الصوره هنا، ثبت الصوره الله يخليكم، نثبت الصوره بعد تسجيل الهدف اذا ممكن الله يخليكم. منشوف معطى مهم جدا في المباراه هيثم، يعني الناس كل طالع، الناس كل مين مسؤول عن مراقبه جرافيتي، يعني ما فيش واحد معين لمراقبه جرافيتي. اسماعيل المفروض او فارس، المشكله انه الكل يبحث على مين في مراقبته، تحس انه في بهته، بس بهته. شوف هنا، شوف هنا، الكل يثبت مين مسؤول عليه، عرفت؟ غريبه يا اخي، المفروض يعين من يراقب. سبع لاعبين موجودين والكلهم، شوف البهته، شوف كله يسال في الثانيه شكون مسؤول عليه، شكون مسؤول عليه هذا. انا اعتقد جرافيتي مسؤول، تكون رقابته واضحه. المفروض مباراه كامله كان اسماعيل احمد معاه، وكان من ابرز لاعبي العين في ظل الوجود وقتاليته مع جرافيتي، ولكن في الركنيه اللي جاء منها الهدف انا اعتقد انه بهته دفاعيه كامله. العين تاكيدا لكلام كابتن فهد مرهق، اوريدي مش في فورمه ولكن مرهق، عديد اللاعبين تحس انهم يعني هذا الموجود في الوقت الحاضر، يعني عمر عبد الرحمن هذا الموجود في الوقت الحاضر. الكرات المقطوعه بالنسبه للعين كانت هي السمه السلبيه الابرز للعين في الشوط الاول، هذه النقطه اللي اعطت الفارق خلينا نقول الاهلي، وخلى الاهلي ياخذ ثقه، لانه من الاهلي نفسه من الاول كان ايضا في حذر لازم، ولكن تشوف ان الكم الكبير من الكرات المقطوعه في ال 15 20 دقيقه الاولى بضغط ومن غير ضغط، شيء اللي تدريجيا خلى الاهلي ياخذ ثقه في نفسه ويتحسن مستواه. شوف لاعب العين من غير مضغوط كثير ما تلعب كره غلط، وشفنا اللي المفروض يكونوا متفوقين فنيا اللي هما عمر واللي هما جيان واللي هما بدرجه اقل ايكوكو. طيب ايكوكو كان ابرزهم اللي ما ضيعش كرات كثيره. فهد، العين دخل المباراه كان سيء اداء ولا الاهلي هو اللي خلى العين لا يكون بهذا الشكل؟ ما في شك ان العين كان سيء في الشوط الاول، اكيد ان الفريق الاهلي في النهايه عنده نوعيه لاعبين جيدين يعرفون يستغلون الوضع. في النهايه فريق الاهلي اجاد في الجوانب الدفاعيه، لان العين فقد ميزتين رئيسيات نقدر ان الفريق في جهد. الميزه الاولى الضغط العالي، العين اليوم ما مارس اي ضغط في المباراه. الميزه الثانيه الاستحواذ على الكره، يعني ما شفنا العين اليوم لعب كرتين على بعضهم البعض. عمر عبد الرحمن اللاعب، وانا يمكن قبل الاستوديو كنت اقول ان حاله عمر تعكس حاله الفريق، استحواذ عمر على الكره وتحكمه في الكره والتمرير تعكس حاله الفريق بالمجمل. عمر عبد الرحمن اليوم اكثر لاعب ضاعت منه الكره في نص الملعب. الان يعني نقاط قوه الفريق، احنا تكلمنا قبل ويا كابتن زبير عن نقاط ضعف فريق العين، الطرفين واضح ان الطرفين عندهم مشاكل اليوم، خصوصا محمد احمد. خصوصا واضح ان فريق الاهلي يعتمد على هذه الجهه بطريقه يعني فعاله، قدر يستفيد منها وقرا في النهايه. قلنا ان المدربين ويمكن كيكي قرا الشوط الاول بطريقه جيده، محمد احمد كان نقطة ضعف واضحة استفاد منها فريق الأهلي، وهذه تحسب لفريق الأهلي انه استفاد من نقاط ضعف، نقطة ضعف الثانية حارس المرمى وسجل منها فريق. لو كان لو كان كواريزما في يومه كان ممكن نقول فعلا ترجم التفوق، مع كواريزما ما عمل ولا شيء من جهة محمد احمد، بالعكس يعني اليوم. طيب كابتن زبير، لحسن حظ كواريزما وكذلك سعد سرور، ان اليوم جيان ما كان في الفورما، سعد سرور اخذ الثقه لان جيان ما كان في يومه. بالضبط. كواريزما مثل ما ذكرت اليوم، كواريزما ما تقدر تحاسبه كثير لانه لعب اداء استغل سوء محمد احمد في الجهه اليمنى، لكن كان بامكان لو عدنان حسين كان ممكن عمل شغل افضل. بالضبط، هذه هي النقطه المهمه، يعني هذه القراءه اللي تكون بالحق معقوله، انه لو كان في لاعب ثاني باداء احسن من كواريزما يترجم اكثر التفوق للنادي الاهلي. الغريب في الامر اليوم هيثم، تاكيدا لكلام كابتن فهد، العين مهزوم نفسانيا. كيف؟ كيف رده الفعل بواحد بين واحد، دائما لاعب الاهلي باقل مجهود ما يتفوق، ياخذها او يمر. الحاجه الثانيه
شفنا حركات دائما زايده من لعيبه العين غير متعودين عليها، انه يمر مع جنبه المنافس دفعه صغيره او ضربه صغيره وقف. واعتقد انه الهدف الثاني جاء من محاوله بنفس الطريقه، كره ما عندها ولا معنى، ملعوبه على الطرف، طيب اعمل فاول خارج عن نطاق العمليه، جاء منه الهدف الثاني. رده الفعل نتاع اللاعبين ما تحسش اللي يصوب على المرمى يصوب نتاع واحد يحب يرجع في النتيجه، اللي يمشي على الطرف يحب يوزع توزيعه بالتركيز اللازم. مهزوم نفسيا، مهزوم نفسيا انا حسب رأيي. فهد شفنا في طيب برجع لحارة زبير، بس اسال فهد سؤال بعدين نرجع للحاله اللي طلبت الكابتن زبير على الجال على طريقه البيرو. طيب في الحاله هذه اوكي، هذه هي الحاله الوحيده هيثم اخذناها، لان الحاله الوحيده الفرصه الوحيده للعين. ليش؟ لان هذه هي عوايد العين، لاعب على الطرف، عمر يدخل على النص يوزع يتحرك جيان وبروسكي يفتحوا مساحه، هذا بروسكي مع بشير سعيد، وهنا سعد، شفت سعد يعني اغفل على جيان، ولكن جيان في يوم سيء ما يظهرش الهفوه ويتسدى مجد ناصر، وسعد اخذ الثقه من مستوى جيان اليوم. فهد شفنا الخشونه شوي كانت واضحه في الشوط الاول، مباراه ما فيها تعويض، في ثلاث لاعبين مهمين ومؤثرين في الفريق اخذوا كروت صفراء، اثنين في العين وواحد في الاهلي، يمكن ياثر على ادائهم الفني في الشوط الثاني. عامر مبارك، اسماعيل احمد من العين، وفارس جمعه. في نرفزه، واضح ان في نرفزه، وخصوصا من لاعبين فريق العين في نرفزه واضحه، ويمكن لاعبين العين انشغلوا في عمليه الرد والحكم قراره صح وخطا، في انه تسجل عليهم اهداف شغل تركيز، يعني واضح ان ما في تركيز في التمركز او في الرقابه في الكرات الثابته، لكن هاي النرفزه متوقعه بشكل عام، هاي الاخطاء والشحن الموجود عند اللاعبين لاهميه المباراه متوقعه. مهم بالنسبه لنا المباراه ما طلعت عن المألوف، يعني بشكل عام بالنسبه للاعبين اغلب اللاعبين يحاولون يعني يركزون في المباراه، لكن فريق العين او لاعبين العين تاثروا بهاي النرفزه بكروت اكثر. عامر عبد الرحمن، عامر مبارك هو اللاعب الوحيد اللي خذ كره، عاده لاعب المحور عنده هاي الاندفاع القوي، بس الاهم ان اسماعيل وفارس عندهم يعني اثنين محوريين هاي مشكله الدفاع. هذه مشكله في ظل اداء العين في عمليه عدم التنظيم في نص الملعب، مهاره الحمادي، مهاره كوارزما، سرعتهم كل هاي امور تاثر مستفزه بالضبط. هذه النقطه المهمه توا الحين. العين يلعب باربع ستوبرات في قلب في الدفاع، نعم الاربع ستوبرات، نعم من مهند لمحمد احمد الفارس الحين اذا يحب يرد فعل كوزمان. افضل لاعب يستحق اسماعيل الحمادي الشوط الاول كابتن من ابرزهم، ولكن حتى جرافيتي بصراحه، اول شيء جرافيتي فارق بالهدف، فارق بالتحرك والقلق الكبير اللي سبه في بدايه المباراه. اسماعيل تفوق على مهند كابتن؟ لا ما نقدرش نقول بصراحه، لان ما شفناش الخطوره المعتاده نتاع اسماعيل في الطرف اليمين. انا سالت سؤال، هل انتهت القمه؟ لا مستحيل مستحيل، والسؤال والجواب تلقاه عند العين. اذا العين يرتب الاوضاع، اذا كوزمان يرتب اوضاعه، عنده مشكل فعلا في الدفاع وعنده طيب. مشكل في الهجوم في الاثنين في الطرف اليمين، اذا طيب. يسوي الموضوع عند العين الموضوع. بنتحدث عن الشوط الثاني، قراءه كيكي فلورس من الجانب الاهلاوي، قراءه كوزمان من الجانب العيناوي، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. هنا أسلوب قيادة، أما هنا نذهب بالقيادة إلى أبعد مدى. تشوف سيارة قدامها وتهدي السرعة على أساسها؟ لما بقرب من السيارة اللي أمامي بخفف السرعة بشكل أوتوماتيك. النظام التفاعلي للتحكم التلقائي بالسرعة المتوفر يضبط أوتوماتيكياً المسافة بينك وبين السيارة التي أمامك. ممتاز. إبداع جديد نذهب معه إلى أبعد مدى. ما رح تلاقي أحسن من هيك سيارة.
فورد تذهب بالقيادة إلى أبعد مدى. سيارة هي توقف نفسها. أهلا بكم مشاهدين الكرام. فهد بالنسبة لكوزمن الآن في موقف لا يحسد عليه بكل تأكيد، خسران بهدفين وباقي له 45 دقيقة فقط، يكمل ولا لا؟ يعني بالنسبة لكوزمن في تغيير ضروري في 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 الخط الخلفي. أنا أعتقد أن محمد أحمد يعني مو بقادر حتى نفسيا، واضح أنه مو بقادر. محمد سالم في الجهة اليسار، فارس في الجهة اليمين، بنشوف داود، بنشوف مهند مع إسماعيل، وهذا تغيير مهم بالنسبة للفريق حتى في بناء الهجمة. بالنسبة لكيكي فلوريس كابتن زبير، أنا أعتقد الأمور أوكي، شكل المباراة يزمو يتغير، يزمو أكثر. إحنا قلنا النقطة الضعف إذا حبيناها نقطة ضعف هي بين عامر وماجد في النواحي الدفاعية، ولذا لابد من دعم إسماعيل الحمادي، لابد من دعم كواريزما، والوضع تغير الحين، مش يلعب الهجمة المرتدة بامتياز. مهم جدا كيكي مبسوط جدا لانه يعني استاذ في الطريقه الدفاعيه، استاذ. انا نقول اذا كان يكون فعلا استاذ الحين في الوقت هذا في التايمينج هذا، يدخل عدنان حسين بسرعته مكان كواريزما، يعطي توازن، يصير اسماعيل من جهه وعدنان حسين من جهه، ويلعب يبحث عن الثالث، لانه شكل المباريات هذه يتغير بهدف واحد. هاي يعني لو العين يرجع 2-1 حتى في 5 دقائق تشوف شكل ثاني للمباراه، صح، ويصير الاهلي مضغوط، ولذا احسن له يبحث عن 3-0 من انه يحتفظ بالنتيجه. شكرا زبير، شكرا فهد للاثاره. بقيه مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من قمه النجوم، قمه القمم، العين والاهلي. الشوط الاول تركناه اهلاويا احمرا بهدفين للا شيء. الشوط الثاني الكلمه تتحول مباشره للزميل عيسى الحربين. عيسى تفضل لك الكلمه. نعم هيثم، إنها قمة القمم وقمة النجوم، ولعلك تركت سؤالا هل انتهت القمة؟ جاء الجواب بسيطا، الجواب لدى نادي العين إذا ما أراد أن ينهيها أو لا، لأنه يتأخر أمام جرافيتي وأصدقائه، أمام جرافيتي وبشير سعيد، هدفين للأحمر في الشوط الأول، وبالتالي عاجلا غير آجل يأتي المدير الفني السيد كوزمن بإجراء تبديل في هذه الآونة على مطلع الشوط الثاني، آملاً ومتمنياً بالعودة بالنسبة للبنفسجي إلى المباراة. بهذه الصورة يأتي بإشراك التبديل الأول بالنسبة للسيد كوزمن، وهكذا عندما يأتي بالدفع باللاعبين مثل محمد سالم، عندك تتحدث عن ظهور لإكواريزما. حقيقة عندما ترى المنظر لا زال الممتلئ بالجماهير، نتوقع ونأمل أن تستمر الإثارة والمتعة. الأهلي الذي تفوق فنيا ورتب أوراقه السيد كيكي فلوريس، ونجح بانتشار لاعبيه وتوزيع الكرات الجميلة بالتفوق في الشوط الأول، ماذا عن كوزمن وفريقه؟ ماذا عن الرغبة بتقليص الفارق؟ الممتعة ستستمر متعتها فيما لو نجح مثلا العين بإشراك، هو الآن يدفع بمحمد سالم في هذه الأوراق، وإذا ما نجح حقيقة برغبة العودة بتقليص الفارق ربما نرى سيناريو مختلف تماما. الآن التقدم حاضر عند عمر عبد الرحمن، يحول كرته باتجاه أليكس بروسكي، لكن الكرة بتتكمل، عادت الكرة من جديد لمصلحة نادي العين، للخلف تصل، محاولة ترتيب الهجوم، لاحظ الدفع باللاعب محمد سالم كجهة يسرى موجود فيها لمساندة مهند العنزي، وإيقاف حقيقة الرغبة الهجومية من الحمادي. الآن كرة ملعوبة، ولكن التغطية حضرت مباشرة عن طريق المدافع عبد العزيز هيكل، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب، ورمية جانبية لمصلحة نادي العين، رمية جانبية وكورنر، يبدو لكورنر فعلا، ركلة الزاوية الآن عيناوية، والمتعهد دائما ميريل رادوي المقاتل، هل يقاتل العين بالبحث عن بطاقة، بالبحث عن أهداف، بالبحث عن الوصول إلى المباراة النهائية؟
رادوي يرسل كرة على طول بالرأس، خطيرة متاحة، المطالب بوجود لمسة يد، التسديدة مرة أخرى، الكرة تتكمل، إجيان يتحدث مع عمار الجنيبي يطالب بوجود لمسة يد. دعونا نتابع الآن، كيمبو بيحول كرة تتكمل على طول من ماجد حسن، عادت الكرة مباشرة لخط الدفاع العيناوي كما تحدث الخبراء الكابتن فهد علي الكابتن زبير بيق، قالوا لا شيء للعين أن يخسر الخسارة 2-0 مثلها بثلاثة وأربعة في مباريات الخروج المغلوب، وبالتالي عليه أن يخرج من مناطقه رغبة بتقليص الفارق، هو يخرج الآن من مناطقه، الآن كرة تصل أهلاوية، المحاولة من هجوم مرتد تعود عيناوية لدى عمر، عمر عبد الرحمن سيطر على كرته، صنعها، تقدم، تقدم وخطأ الآن لمصلحة العين للفنان للعازف عمر عبد الرحمن، هكذا جاء الخطأ وهكذا كان جيان يطالب بوجود لمسة يد. حنشوف الإعادة يا جيان ويقولوا الكاميرا ما تكذب، خلينا نشوف الآن الكرة تحولت وهنا جرافيتي وهنا كانت المطالب حقيقة، لاحظ الكرة اللي حولها جيان ولاحظ الكرة اللي اتجهت إلى يد جرافيتي، عمار الجنيبي لم يطلق الصافرة، أطلق الصافرة هنا لخطأ لمصلحة عمر عبد الرحمن، خطأ صريح وحقيقي يحتسب على ماجد حسن وبطاقة صفراء على ماجد حسن في هذه الآونة، بطاقة صفراء على سمواه جيان. أيضا دعنا نتابع هنا الجماهير العيناوية تطالب بالعودة، لا زالت تقف خلف الفريق أمة عيناوية، الفريق الذي وضع جماهيره وسط عينه في هذا الموسم، قدم مستويات رائعة على المستوى الدوري، خرج من الآسيوية ربما لا زال يعاني من تبعاتها، إلا إذا 31 متر عمر عبد الرحمن ورادوي وماجد ناصر وأربعة في الجدار الدفاعي، والكرة ذا الله 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 اكمل، عادت 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 وجميلة إلى لسعيد مرة أخرى، والكرة وين؟ الكرة ناصر وبعدها أبعدها ماجد ناصر، الكرة على طول إلى عمر عبد الرحمن، كرة ذكية ملعوبة مرسومة متدربين عليها في التمارين، الآن كرة توصل مرة أخرى لمصلحة الأهلي، هجوم مرتد لجرافيتي، هناك إسماعيل حمادي هناك هناك ممكن يعطيه إياها، ممكن يتقدم ويسدد، سليمة سليمة، كان جرافيتي لديه أكثر من حل، على يسارك كواريزما على يمينه الحمادي، لكن شوف الإعادة، الله يا كيمبو الله على اللقطة الماضية، عامر مبارك تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الكرة، وبعد ذلك ماجد ناصر من أمام هلال سعيد، الفرصة كانت متاحة للعين لتقليص الفارق، ولو حدث ذلك لكان السيناريو والحوار ربما من الحكاية، تنقلب هنا ماجد ناصر يعاني من إصابة، 5 دقائق إذن أولى من الشوط الثاني، بلا شك عيناوية عيناوية وماجد ناصر شعر بالخطر، لاحظ الكرة الماضية هنا ماجد ناصر أبعدها ثم أنقذت من الدفاع، وهنا تسديدة هلال سعيد، الكرة أنقذها ماجد ناصر، وقع على أرضية الملعب يعاني من إصابة الآن، شوط ثاني مختلف تماما فيه العيناوي، مختلف تماما في 5 دقائق التي رأيناها عن 45 دقيقة في الشوط الأول، كان تائها كان متباعدا في وحداته، كان هناك ارتباك في الخط الدفاعي، كوزمن ربما تحمل المسؤولية في الشوط الأول، أعطى الوصايا في الغرف المغلقة، دخل نادي العين في الشوط الثاني بصورة مغايرة، الموج الأحمر إنه يجتاح استاد النحيان بهدفين حتى الآن، وينجح بالتقدم بهدفين حتى الآن أمام العين، ماجد ناصر أحد القيم الهامة بالنسبة للأهلي، يأمل بإكمال المباراة، بينما هو أجيان باحتجاجه ومطالبه على عمار الجنيبي بوجود بطاقة طبعا بوجود لمسة يد حصل عليها، إذن أسموه أجيان على بطاقة صفراء للاحتجاج، كرة تعود إلى حارس المرمى داود سليمان، على طول الكرة للجهة اليسرى، محاولة قائمة عيناوية حاضرة، محاولة بتتمرر على طول
من محمد سالم، لكن كرة تصل سهلة مباشرة إلى ماجد ناصر. الكل يأمل بالوصول إلى المباراة النهائية سواء من مشهد اليوم أو مشهد الغد بين الوحدة والشباب. وبالمناسبة فإن أي نهائي سيحدث سيكون مكرر، الأهلي والوحدة إن حدث فهو قد حدث عام 96، والوحدة والعين فيما لو حدث فإنه قد حدث في عام 2003. الأهلي والشباب أو العين والشباب تكرر أكثر من مرة، بالذات مثلا لقاء العين والشباب سبق أن تكرر هذا النهائي 5 مرات. لكن مباراة نذهب بها إلى البطولة الغالية، النهائي الحلم يوم 28. الآن كرة بتتكمل على طول، نعم يوم 28 الشهر ننتظر المباراة النهائية التي من ستجمع، من سيصل إليها؟ الأهلي حتى الآن أهل للنهائي بالتقدم بهدفين للا شيء، إلا إذا الفنان تحرك. حصل الآن على رمية جانبية، الكرة أبعدت من عبد العزيز سنجور، خطأ يحتسب إذن على سنجور لمصلحة عمر. عمر عمر جميلة بالرأس، تتكمل الكرة من بشير سعيد، وصلت لهجوم مرتد أهلاوي إلى الحمادي. إسماعيل بمر الكرة، ما فيها تسلل، جرافيت انطلق من الجهة اليمنى ومر ومر. ركلة زاوية، ركلة مرمى كما يشير الحكم المساعد، لكن لاحظ الإعادة ولاحظ الكرة، نعم هي ركلة مرمى بعدما حولها محمد سالم في أقدام جرافيتي. سليم الكرة الماضية على مرمى العيناوي، هجوم عيناوي الآن، التقدم حاضر من كيمبو بغير لعب بطريقة رائعة إلى عموري. الله وضعها وضع فهمها ماجد ناصر، وضعها وضع بطريقة ذكية، لكن ماجد ناصر بردة فعل برياكشن بمرونة وبدهاء وذكاء تحول إلى الزاوية التي فكرها عمر وأمسك بالكرة. عمر الله على الحطة، لكن في راية مرفوعة هنا على أسمواها أجيان. حلوة اللمسات، العين حقيقة تحرك، هيمن، سيطر، تناقل كرات، أصبح الأخطر. لاحظ هذه الكرة اللي تم رفع راية فيها على جيان وحال التسلل، ولاحظ هذه الكرة اللي فكر عمر عبد الرحمن أن يضعها وضع، لكن الوضع كان مناسب لماجد ناصر لأن يتحرك للجهة اليمنى. ماجد ناصر بيعلي كرته سهلة إلى داود سليمان. داود سليمان، نحن نلعب في نهاية أو 10 دقائق أولى قد مرت من الشوط الثاني. العين الأخطر والرغبة بتقليص الفارق حاضرة. أتخيل لو العين يقلص الفارق، لاحظ أن الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد وخطورة وانتشار وتوزيع. الآن الثاني يبدأ فيه العين بطريقة مناسبة، ولو تخيل مثلا أنه لو قلص الفارق السيناريو سيتحول ربما ويتبدل، وبالتالي بشير سعيد ينقذ الموقف، وهذا الأمر جعل السيد الإسباني فلوريس يقف ويعطي الوصايا بالتراجع وإغلاق المنافذ. إنه الآن سد أحمر، لكن الآن الكرة تعود وتصل مباشرة إلى ماجد ناصر. حصار عيناوي، ولكن أيضا حصن أحمر منيع أمام وصايا ماجد ناصر. كرة ملعوبة، مهند العنزي على طول إلى داود سليمان في الجانب الأيمن، الكرة تتحول على طول إلى خارج أرضية الملعب. الأهلي لديه 7 ألقاب والشارجة لديه 8 ألقاب، إنها فرصة تاريخية للأهلي بتحقيق اللقب ومعادلة البطولات. الشارجة الملك عادة من يحقق بطولة الكأس أكثر يلقب بالملك، ومن يحقق بطولات الدوري أكثر يلقب بالزعيم. الآن الزعيم بطل الدوري يحاول أن يصل إلى البطولة، وهو من حققها 5 مرات، 7 للأهلي 8 للشارجة. بالمناسبة لو فاز العين
بالبطولة سيمتلك الكأس الآن. والكرة تتحول والكرة تصل من جديد. في السابق كان النظام من يحقق البطولة ثلاث مرات على التوالي، لكن هذا النظام تم إلغاءه، وبالتالي العين لديه خمس بطولات ويأمل أن يحقق البطولة السادسة وسيمتلك الكأس الغالية ويقترب من ألقاب الشارجة والملك اللذين فقط، الشارجة الملك والأهلي الفرسان هما من امتلكا الكأس مرتين من قبل، فقط الأهلي والشارجة. كرة بتوصل لكن العين لو كسب الكأس سيمتلكه. الكرة في الجانب الأيمن، الانطلاقة أهلوية جميلة لكن داود سليمان كان في الوقت المناسب. عمر الآن، عمر عبد الرحمن يسيطر. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله على التمريرة. الكرة في انطلاقة وجيان، تدخل حاضر في الوقت المناسب عن طريق سعد سرور. عادت الكرة عينوية الآن، لاحظ الهجمات العين أصبحت أخطر، 11 العين مقابل 7 للأهلي. الهجوم الآن إلى جيان أمام 2، محاولة قائمة لأليكس، التدخل في الوقت المناسب من هيكل أبعد الكرة، وصلت الكرة إلى الجهة اليسرى، الانطلاقة حاضرة والتقدم من سنجور، وخطأ يحتسب لمصلحة عبد العزيز سنجور. وهنا بطاقة صفراء راح تكون لمين؟ راح تكون لمين؟ راح تكون لمين؟ لمحمد أحمد طرد، نعم طرد، إنها بطاقة صفراء ثانية، وهذا ما تحدثت عنه، أننا نتوقع بطاقة حمراء للخط الدفاعي العيناوي، لأن كان لديه ثلاثة لاعبين في الخط الدفاعي هم محمد أحمد، سعيل أحمد، وفارس جمعة، لديهم بطاقات صفراء. إذن البطاقة الصفراء الثانية لمحمد أحمد الأحمر كان حاضرا، هذه الأولى لاحظ، وهذه الثانية عندما تقدم عبد العزيز سنجور، وهنا التدخل حاضر من محمد أحمد، قرار سليم من عمار الجنيبي. البطاقة الحمراء، الفريق الأحمر سعيد، العيناوي يعاني، العيناوي يعاني. إذن كرت أحمر للظهير الأيمن لمحمد أحمد، هكذا يعبر ويتحدث عمار الجنيبي. والآن هجوم والكرة خطيرة والحمادي عالية، سليمة سليمة من إسماعيل الحمادي، كاد أن يأتي بالهدف الثالث، لكن الكرة مرت سليمة ومرت بسلام وأمان على داود سليمان. كرة على طول تصل من جديد إلى كيمبو. كيمبو النقص العددي، 10 لاعبين بالنسبة للعين، التأخر بهدفين، الأمور صعبة على الجماهير العينوية، على كوزمن، على 10 لاعبين في الميدان. هل الأهلي أنهى المباراة؟ هل حسم المباراة؟ ممكن الثالث يخلصها، ممكن الثالث يحسمها. ريكاردو كواريزما يتقدم إلى الثالث، ربما يأتي الآن، يحاول المرور، وكواريزما أبدا ما فيها شيء، الكرة تذهب إلى ركلة مرمى. هنا إسماعيل أحمد يطالب ببطاقة صفراء على محاولة كواريزما للتمثيل كما يرى المدافع إسماعيل أحمد، لكن حكم اللقاء لم يرفع أي بطاقة. الكرة على طول من داود سليمان، كرة عالية، لا زال العين في الملعب، وعندما يكون هذا الفريق الكبير في الملعب حتى وإن كان بعشرة لاعبين فإنك يجب أن تتابع مباراة، وانظر إلى جماهيره الآن تؤازر في عز الأزمة الآن. الله يا كيمبو جميلة، لكن ماجد ناصر صمام الأمان دائما يعطي الثقة والإطمئنان لجماهير الأهلي ولاعبيه. الآن كرة أهلوية في الجانب الأيمن، حلوة المباراة في الملعب، جميلة، ونحن فعلا نستمتع باللحظة الآنية الآن حاضرة ومتاحة لكواريزما. على طول مباشرة خيمينيز ينتظر المساندة، على طول في الجانب الأيمن تتمرن للحمادي، الكرة في الجانب الأيمن، الانطلاقة موجودة والعرضية حاضرة، سليمان أمسك بالكرة، داود يبحث عن تقدم، إجيان هناك وحدة في المقدمة، وبالتالي عليه أن يرتب هجمة ترتيبا منطقيا للوصول إلى مرمى ماجد ناصر الذي يحمي عرينة حتى الآن ويحمي شباكه دون أن تهز.
كرة على طول للجهة اليسرى، انطلاقة إلى كيمبو، كيمبو إلى جيان، لدغها جيان، حولها جيان، وماجد ناصر. نعم ماجد ناصر يختار نفسه رجل المباراة بتألقه أمام كرة جيان. لو فعلها جيان لكنا قد رأينا سيناريو مختلف، أسلوبا مختلفا في المباراة. جيان ضيع تقليص الفارق، كرة على طول وصلت من جديد إلى عمر، عمر على طول حط كرة مرة أخرى، هجوم لجيان، التغطية حاضرة، عادت إلى العازف يسيطر على كرته إلى رمية جانبية لمصلحة نادي العين. لاحظ كيمبو وضعها صلحها وقال له بس أنت وضميرك والجول، واختار الزاوية اللي تبغيها، إنه اختار ماجد ناصر الذي اختار أن يتألق أيضا أمام هذه الكرة وأنقذ الموقف. العين الآن أخضر، العين بإشراك علي الوهيبي مكان كيمبو الآن، هذا يجعل التحركات أكثر والخطورة حاضرة، والكرة على طول من جديد لمصلحة نادي العين. عمر بهي الكرة من رادوي يمر كرة بينية، الكرة للوهيبي أول لمسة، العرضية حاضرة، الكرة تتكمل من سعد سرور، عاد ماجد حسن، عاد عمر، الصراع الدولي في الكرة الأخيرة، الكرة تعود إلى رادوي، رادوي إلى الوهيبي، الوهيبي إلى هلال سعيد، المخضرم يمر كرته لكن الكرة مقطوعة. جرافيتي سيناريو المباراة يقول في هدف وربما أكثر من هدف قادم خلال الوقت الباقي، ونحن قد وصلنا إلى 63 دقيقة. هدفين للأهلي لا شيء للعين. الحمادي بيحول كرته من جديد للجانب الأيمن، تقدم حاضر عن طريق هيكل، هيكل إسماعيل حمادي، الحمادي التغطية موجودة أمامه، عادت إلى هيكل يحول كرته من جديد، التقدم حاضر والكرة من عامر، الله كرة بالكعب لكن التغطية حضرت بطريقة رائعة عن طريق إسماعيل أحمد، تحولت إلى لاعبي الأهلي مرة أخرى. الاستعجال، النقص العددي، الهدفين في الشوط الأول للأهلي تجعل نادي العين يمر كرات خاطئة، الكرة تذهب إلى رمية جانبية لمصلحة الأهلي من نصيب ريكاردو كواريزما. خيمينيز الذي تسبب بالهدفين، الأول رفعه من كورنر والثاني الخطأ الذي سدده بشير سعيد باتجاه المرمى. الكرة تصل إلى جرافيتي، رمية جانبية جديدة لمصلحة الأهلي، الوضع صعب بالنسبة للعين. كوزمن يقف ليعطي الوصايا، أنا أرى من بعيد تبديلا بإشراك أحمد خليل الآن، لكن مكان من؟ يبدو جرافيتي، نعم أحمد خليل النجم الدولي سبع الإمارات يأمل بأن يكتب اسمه في هذه المباراة بإخراج صاحب الهدف الأول في مباراة اليوم. جرافيتي آيدينالتو الجرافة يخرج وينزل الآن أحمد خليل، رمية جانبية، سنغور على تنفيذ التماس، والهجوم الآن حاضر للأهلي، كرة بتتكمل تصل للوهيبي، محاولة قائمة، عمر عبد الرحمن، الوهيبي طالع على الجهة، يا سلام عطاه إياها، استقبلها بالصدر وهياها باتجاه أليكس بروسكي، الوهيبي مرة أخرى، خطأ لمصلحة العين، خطأ الآن يحتسب على ماجد حسن، الرغبة موجودة، الأهلي الذي وصل للنهائي سبع مرات من قبل، هل تكون هذه الثامنة؟ العين سبق أن وصل للنهائي 11 مرة، الأكثر وصولاً، يأمل بالزيادة الآن، والكرة بتتكمل على طول ويبعدها بشير سعيد نظراً لإصابة أليكس بروسكي. الشباب 10 مرات، الوحدة 6 مرات، حديث عن الفرق التي وصلت للمباراة النهائية وهي تعمل في هذه في هذا الدور، تكلم عن الأربعة، العين والأهلي والشباب بالإضافة إلى الوحدة، الشباب والوحدة غدا يلعبان. الكرة الجانب الأيمن، المحاولة قائمة أهلوية في الجهة اليمنى، الوقت يمضي ونكهة الأهلي تبقى بفوزه بهدفين للا شيء،
ذكريات جميلة أصبحت تذكرنا من تابع البارحة في قنوات أبوظبي الرياضية عندما جئنا بتقرير يعود به إلى مطلع الثمانينات عندما تتكلم عن الفوز ب6-3 للعين وتحدثنا أيضا عن 6-3 الأهلي في هذه في هذا الموسم وتحدثنا عن الأحداث التي حدثت في المباراة الأخيرة هناك في دبي والحديث مستمر بمتعة لكنها متعة حمراء حتى الآن يا بنفسجي الآن كرة على طول إلى رادوي للجانب الأيمن عمر عبد الرحمن عمر يتقدم بمري كرته إلى هلال سعيد بيحول كرة للجهة اليسرى التقدم حاضر الآن محمد سالم يحاول التوغل التغطية موجودة أمامه الكرة تذهب مباشرة لمصلحة النادي الأهلي تنقل على طول إلى ريكاردو كواريزما لكن التغطية حاضرة من إسماعيل أحمد وصلت الكرة إلى عمر عمر يبحث عن مساندة الوهيبي في الجهة اليمنى هل ينجح بالعودة العين الآن الكرة تتحول وبتتكمل تذهب إلى بر الأمان أمام لاعبي الأهلي الصراع يكسب إسماعيل أحمد في هذه الكرة تذهب الكرة إلى عمر عمر يسيطر على كرته التغطية موجودة من سنجور بمر كرة جميلة ورادوي الله نعم نعم إنه قلب الأسد بشير سعيد بهذه الصورة ينجح بإنقاذ الموقف ويكون حصنا أمام مرمى الأهلي كرة بتوصل على طول لمصلحة العين مرة أخرى لاحظ الوهيبي فين واصل بيعلي كرة يعليها 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 والكرة تتحول وتصل على طول مباشرة إلى ماجد ناصر ناصر حول كرة الجهة اليمنى مباراة حقيقة يلعب فيها الأهلي بأداء تكتيكي عالي بانضباط عالي بثقة عالية للسيد كيكي فلوريس وبالتالي هو نجح أمام كوزمين في الشوط الأول الذي يتحمل هذا الرجل الروماني تستمع إلى هذا الصوت الجماهيري للأهلي إنها سعادة غامرة ومنظر رائع وهم بهذه الصورة يرددون الأهازيج ويعبرون عن الفرح والسعادة الغامرة للوصول إلى يوم 28 مايو كرة على طول عمر عبد الرحمن بمري كرة جميلة التغطية حاضرة من ريكاردو كواريزما عادت الكرة من جديد إلى خيمينيز في الجهة اليمنى تحرك من عبد العزيز هيكل الحمادي الأهلي ربما يبحث عن هدف لإنهاء المباراة العين لا بد عليه أن يهاجم ويهاجم 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 ويفعل ذلك الآن ويهاجم لكن الكرة تتكمل من أمام جيان سانجور إلى كواريزما تقدم الآن عامر مبارك للخلف وصلت من جديد إلى لويس أنطونيو خيمينيز خيمينيز بيحولها كرة تعود أهلاوية في هذه الآونة من هيكل إلى سعد سرور وصلت إلى خيمينيز يبحث عن تمريرة تعود في خط الوسط من جديد إلى عامر مبارك بغير لعب التغطية حاضرة من الوهيبي تجاه كواريزما طبعا بعد الطرد الوهيبي جاء ليكون في هذا المكان والاستغلال من انطلاقاته لكن انطلاقه من الجهة الأخرى الآن عن طريق الحمادي بيهيئها إلى خيمينيز يفكر بالتسديد ويمرر كرة لكنها طويلة على أحمد خليل كرة بتتكمل وصلت إلى عمر عمر كرة مبعدة تعود إلى جيان جيان يتقدم الآن بيفكر بالمرور وينتظر تمريره سعد سرور يقدم عمل رائع في مباراة اليوم ويمرر كرة إلى أحمد خليل لكنها تذهب إلى داود سليمان أحمد خليل يعاني من إصابة سعد سرور يقدم عرض رائع مع زملاء في خط الدفاع الأهلاوي يعطي الوصايا بالتراجع هجوم عيناوي الآن إجيان هرب حصل على الكرة ينتظر كرة عرضية والعرضية عرضية ذهبت من الدفاع من المتألق صاحب هدف ومانع أهداف إنه بشير سعيد ينقذ الموقف عدنان حسين إنه حل
بالنسبة لكيكي فلوريس بإخراج ريكاردو كواريزما والدفع بعدنان حسين لإزعاج الخط الدفاعي والأطراف بالنسبة لنادي العين في هذه الآونة. إنه حل رائع لاستغلال الهجمات المرتدة بالنسبة للأهلي، تبديل ناجح بهكذا نرى الخبراء معلق وربما يتفق مع المشاهدين، تبديل ناجح لأن عدنان حسين يقدم مستويات رائعة هذه الآونة مع الأهلي والرغبة باستغلال هجمات المرتدة وضخ دماء جديدة في الفريق بالنسبة لكيكي فلوريس. رادوي لم يستسلم، زورو يرفع كرة، الكرة تتحول تتكمل على طول أمام نادي العين إلى مرتدة أهلوية يقودها هيكل بيحول كرة، التغطية حضرت وصلت إلى الخبرة. هلال سعيد يحاول ترتيب الأوراق، يحاول ضبط الإيقاع، يحاول إعطاء الثقة، يحاول أن يتكلم باسم النادي، باسم الزعيم، باسم البطولات، باسم الجماهيرية، باسم حقيقة العرض الرائع، باسم التاريخ، باسم العراقة. العين لا يستسلم، الآن كرة توصل على طول من جديد عيناوية، ترتب هجمة إلى عمر عبد الرحمن، حكم اللقاء يوقف اللعب لوجود خطأ يحتسب، ومير الرادوي يبدو أنه يعاني من إصابة الآن. لاحظ الإعادة ولاحظ الكرة السلامة يا رادوي، نفصل القدم لكن قام بالسلامة الآن اللاعب الروماني، وعندنا تبديل يأتي عاجلا بهذه الآونة بإخراج هلال سعيد والدفع باللاعب محمد عبد الرحمن. أعتقد أنه تأخر بإشراك هذا اللاعب المتألق في الموسم، الكرة بالرأس تكمل على طول بالنسبة للأهلي. هجوم مرتد يقوده خيمينيز، يحاول الآن بإرسال كرة إلى الجهة اليسرى، عدنان حسين سيطر عليها، سينطلق الآن السرعة والقوة أيضا بالحفاظ على الكرة، يعيد الكرة للخلف، وصلت على طول من عامر مبارك إلى خيمينيز، الكرة إلى ماجد حسن تتهيأ ربما يفكر بالتسديد، لكن الكرة تعود إلى الجهة اليمنى الحمادي بيهدي نفسه. وصلت الكرة إلى الأهلي مرة أخرى، وصلنا إلى الدقيقة 64 أو 74، أي نحن على بعد 16 دقيقة فقط على نهاية المباراة. العيناوي ينتظر هدف من أجل هيجان العودة، الآن كرة بتوصل أهلوية إلى ماجد حسن، ينتظر المساندة، يعيد الكرة باتجاه هيكل، هيكل إلى ماجد حسن، انفعل ماجد حسن بإرسال كرة إلى خيمينيز، خيمينيز مر، خيمينيز مر، ووصلت وعدنان بيسدد كرة على طول بتوصل إلى داود سليمان، سهلة إلى داود سليمان، كانت فرصة متاحة لإنهاء المباراة، لحسم المباراة، وربما الجماهير الأهلاوية ترى المباراة أنها قد انتهت وأنها حسمت، إلا إذا للهيبة، للتاريخ، للعراقة، للجماهيرية، للبطولات، هكذا يأمل العين بالعودة. الكرة تعود لهجوم الأهلي، عادت عيناوية الآن مجدداً لدى رادوي، ومن رادوي بأول لمسة لمحمد عبد الرحمن، منه إلى عمر، عمر إلى جيان، في الطريق كانت التغطية من سعى السرور أمام جيان، وصلت الكرة إلى عبد العزيز هيكل، بيحول كرته مباشرة لمصلحة إسماعيل حمادي، تخرج الكرة لإصابة أحد لاعبي النادي الأهلي، بالتحديد اللاعب عبد العزيز هيكل في هذه الآونة. المباراة فعلا ممتعة، ورغم التقدم للأهلاوي في الشوط الأول بهدفين، إلا أن الشوط الثاني العين تغير تماما، يا رادوي يا إسماعيل أحمد أصبح أخطر، ورغم أنه بعشرة لاعبين صنع فرص، حقق محاولات تكاد تكون أهداف، وجيان يلام في فرصة انفراد أعطاه إياها كيمبو، وتألق ماجد ناصر الذي تألق أكثر من كرة وأنقذ الموقف أكثر من مرة، ولعله أحد النجوم المباراة يا خالد يا عبد الرحمن. هكذا حقيقة كان السيناريو في هذه المباراة. دعونا نتذكر سيناريو المباراة لمشاهدينا ومستمعينا مع إصابة هيكل الآن. في الدقيقة 16 نجح جرافيتي من ركل الزاوية بالارتقاء وتحويل كرة
في مرمى داود سليمان، وبعد ذلك في الدقيقة 30 نجح بشير سعيد من كرة ثابتة سددها، اخترقت الجدار الدفاعي ووصلت إلى شباك داود سليمان. كوزمن حاول العودة إلى المباراة أمام كيك فلوريس، وحاول في الشوط الثاني بالدفع بعدد من الخيارات، بداية بإشراك محمد سالم في الجهة اليسرى مضطرا، ولكن ذلك حتى شوف هنا أيضا برانكو يتابع عد الملعب، ملعب الوحدة وهو حاضر ليتابع. وبالتالي الشوط الثاني حدث طردا لبطاقة حمراء صفراء ثانية لمحمد أحمد، بقي العين يلعب بعشرة لاعبين، حقيقة أخطر في أكثر من كرة، طالب العين بلمسة يد على جرافيتي، طالب جيان وحصل على بطاقة صفراء، جيان انفرد، تألق ماجد ناصر، محاولات تسديدات رادويو هلال سعيد كانت موجودة، المتألق دائما ماجد ناصر، التبديل جاء للوهيبي لإعطاء الإضافة، ولمحمد عبد الرحمن بالنسبة للعيناوي لإعطاء الإضافة، لكن حتى الآن لم تأتي، ولدينا 12 دقيقة فقط باقية على نهاية المباراة. محمد عبد الرحمن إلى الوهيبي، على طول كرة توصل إلى خيمينيز، في هدف، في هدف وربما أكثر، لكن لا يمكن أن تنتهي مثلا المباراة بهدفين للا شيء. هذا الاندفاع والنقص العددي من لاعبي العين سيترك فراغات في الخلف، وهذا أيضا الاندفاع بالنسبة للاعبي العين ربما يتحقق مراده لكوزمن ويقلص الفارق، وبعد ذلك ربما ترون سيناريو مختلف تماما. كرة بتوصل على طول لمصلحة الأهلي، وخطأ يحتسب نعم للأهلي، ومن نصيب المتألق في مباراة اليوم إسماعيل حمادي يحصل على خطأ، لكن حقيقة الأهلي يقدم مباراة عالية المستوى، وحقيقة أن الكيك فلوريس واضح تماما بأنه استعد أتم الاستعداد لهذه المباراة، وحقيقة بأن الأهلي يلعب مباراة بلا أخطاء وبثقة عالية، ويستغل حقيقة الوضع الفني الذي ربما كوزمن يلام ويتحمله في مباراة اليوم بالنسبة للعيناوي. هجوم الآن للأهلي، لكن الكرة تتكمل تتشتت تصل سهلة إلى ماجد ناصر، أبعدت عن طريق مهند العنزي. دقيقة 80 وصلنا إليها في هذه اللحظات، ماجد ناصر يحول كرة للجانب الأيمن، كرة بتوصل على طول لمصلحة العين، محاولة قائمة عيناوية، الكرة بتتكمل وتصل عيناوية من جديد، العين لا يرغب بالتنازل عن المباراة مع المايسترو، يتقدم الله جميل يا عازف، عليه أن يعزف وحده مقطوعته أمام الأمة العيناوية، تقدم وحده وسدد، لكن ماجد ناصر نعم يتألق وهو الفارق على مستوى حماية المرمى. كرة على طول إلى عدنان حسين، محاولة للتقدم والانطلاقة حاضرة بالنسبة لمصلحة الأهلي، كرة بتتكمل، الكأس الغالية كأس سيدي رئيس الدولة، الكأس التي الكل يتمناها ويأملها ويرغب فيها، وبهذه الصورة الحقيقية والحية بالنسبة للأهلي فإنه يقترب للوصول إلى المباراة النهائية. العيناوي لا يستسلم، الكرة أهلاوية الآن، لا شيء في هذه اللقطة يا أليكس، الكرة على طول للجانب الأيمن، محاولة للحمادي، عادت إلى ماجد حسن، تصل من جديد للجانب الأيمن، إسماعيل حمادي تتمرر وتتحضر، أحمد خليل يحاول هروب، الكرة على طول إلى داود سليمان، لا شيء على أحمد خليل، كرة بترسل عالية باتجاه الجهة اليسرى بالنسبة لهجوم العين، جيان للخلف على طول إلى رادوي، رادوي للجانب الأيمن على طول لمصلحة الوهيبي، الوهيبي يتقدم
يفكر بالمرور، تغطية حاضرة، الوهيبي يمر الكرة والتغطية موجودة. وماذا عن القرار؟ يحتج أليكس بروسكي على الحكم المساعد، لا شيء، لا توجد صافرة. عادت الكرة إلى محمد عبد الرحمن، يمرر الكرة باتجاه جيان، جيان يضعها، جيان يضعها، ما وضعها إلا في أقدام الدفاع رادوي، وقلب الأسد بشير سعيد ينجح بإنقاذ الموقف. عادت الكرة وفكرة للتصويب، تصطد هذه المرة في ماجد حسن، عادت للعين، يهاجم العين، يتراجع الأهلي، الهجوم مستمر. محمد عبد الرحمن باتجاه إسماعيل أحمد، إسماعيل أحمد بغير لعب، وصلت الكرة إلى محمد سالم، سالم بيرسل كرة عالية، جيان بيهيئها، الكرة تعود إلى جيان، يسيطر عليها، لقطة رائعة، كرة في الجول، جول، عيناوي الآن، نجح بروسكي، بروسكي قلص الفارق بعد مرور 82 دقيقة. الله على العين، لا يستسلم الفريق الكبير، لا يستسلم، وهكذا يأتي العين بتقليص الفارق قبل النهاية بثمان دقائق فقط. إذن ينجح أليكس بروسكي بتسجيل هدف الآن. إجيان، إجيان، نعم إجيان هو من صنع الكرة، استقبل كرة بالرأس وبعد ذلك هيئها ونجح بالمرور ومر الكرة باتجاه أليكس بروسكي الذي يسجل الآن هدف تقليص الفارق في هذه الآونة فعلا، وقلص الفارق وأصبحت النتيجة هدفين مقابل هدف، وحدث ما حدث في هذه اللقطة. لكن هنا يبدو أن هناك بطاقة صفراء ستكون لمن مع الأحداث الأخيرة. الجماهير العينوية الآن تؤازر وتشجع وتقفز، وحقيقة تعطي الحوافز، النداء، الصوت عالي، عالي للأمة العينوية كما تسمعون الآن. يا سلام على منظر بهي ورائع هنا في استاد النهيان، هذا المنظر الذي لا يرغب فيه العين أن يستسلم. لقد قلص الفارق وأصبحت النتيجة 2-1، حتى الآن لم نرى إعادة الهدف في أليكس بروسكي. أليكس شوف 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 الكرة، لاحظ جيان بالرأس، هي أهل نفسه، عاد لاستقبالها ثم حولها، أليكس بروسكي هرب وضعها في المرمى، هدف جميل للعين، هدف مرسوم، هدف رائع، الاستقبال، الهروب من الرقابة، الهروب من المصيدة، الدخول إلى شباك ماجد ناصر بهذه الكرة عن طريق الأسترالي، عن طريق أليكس. أليكس إذن نجح بتسجيل هدف تقليص الفارق. هذه إثارة معتادة بين لقاء الفريقين الرائعين الكبيرين بين العين والأهلي، اعتدنا على هذه الأحداث، نظير الرغبة بتحقيق البطولة، نظير الصراع التقليدي الخاص بين الفريقين في الفترة الأخيرة، بين زعيم البطولات وملك البدايات، بين عين وأهلي، أهلي وعين، نتمنى أن يكونون عينين في رأس في مباراة اليوم. حتى وانتهت سنصفق للفائز وسنحيي الخاسر على أدائه الممتع في مباراة اليوم، لأن الفريقين فعلاً قدموا مباراة ممتعة في هذه الآونة. طارق أحمد تبديل في هذه الآونة بالنسبة للمدير الفني السيد كيكي فلوريس. خيمينيز بمر الكرة على طول إلى أحمد خليل، التقدم حاضر، الكل يراقب الساعة، يتابع الساعة، يطالع الساعة، الكل مستعجل بالنسبة للعينوي على التعادل، ربما يحدث الآن. الكرة بتتكمل، عادت من عامر مبارك تتخلص، عادت من جديد، ثورة هجومية للاعبي العين ولجماهيري هنا في استاد النهيان، الكل يتابع، الكل يترقب، الكل ينتظر 5 دقائق 4 دقائق ربما تزيد في ساعة حكم اللقاء عمار الجنيبي بعد الأحداث الأخيرة. كرة إلى رمية جانبية إلى عبد العزيز هيكل، حلوة الأجواء، رائعة، فيها الكثير من الأنفاس. شوف كوزمين يتكلم مع الحكم الرابع، شوف الكل يتابع، الكل يقف،
لا ترى أحدا في هذا الملعب يجلس، الكل يقف، الكل يتابع ويترقب. الآن كرة إلى عمر، عمر بيحول كرة ذكية، والكرة إلى ماجد ناصر. ناصر ارتقى أعلى في الكرة الأخيرة، وكان للطول أز بارتقائه أمام جيان، حصل على الكرة وأنقذ الموقف. يا لها من مباراة ويا لها من أحداث، وحقيقة يا له من أهلي بكرة جميلة، ويا له من عين بعشرة لاعبين. يا يستسلم، إنها حقا نهائي مبكر للفريقين الأفضل في هذا الموسم. اثنين للأهلي، هدف للعين. المباراة لم تنتهي بعد، الإثارة لم تنتهي بعد، المتعة لم تنتهي بعد، التشويق لم ينتهي بعد. حقيقة كما قلنا في البداية، مع القيم العالية، قمة النجوم، قمة الأهلي والعين، قمة القمم، عليك أن تستمتع باللحظة الآنية. العب يا ماجد ناصر، دعنا نستمتع بما تبقى من مباراة. أولاريو كوزمين يغادر موقعه إلى الذهاب إلى المدرجات، مطروداً من حكم اللقاء عمار الجنيفي. إنه يتهدد ويتوعد ويتهم ويغادر، في النهاية يأخذ طريقة. المهم ألا يأخذ العين طريقة إلى خارج البطولة، هذا ما يتمناه جماهير الأمة العينوية. لكن الأهلي يقول بأن الطريق ممهد أمامي للوصول إلى يوم 28 مايو. لو صمد دقيقتين فقط من زمن المباراة وما يبقى في ساعة عمار الجنيبي، هل يصمد الأهلي؟ هل ينجح العين بتحقيق معجزة الآن بعشرة لاعبين؟ والكرة، الله يا جيان، هو حولها، ذهبت إلى ركلة زاوية من دفاع الأهلي. شوف كيف الكرة اللي تحولت ومرت إلى ركلة زاوية عينوية. الآن الكل يؤازر، الكل منتشي. المايسترو العازف عزف على ألحان، على خيوط الشباك يتمنوه الآن. والكرة تتحول وتذهب إلى ركلة زاوية جديدة عينوية. نعم، عزف الألحان، عزف الصوت العالي، عزف التشجيع، عزف الصراع، صراع كرة القدم، لحن الصراع، كرة قدم، هكذا يأتي الآن. الكرة تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة الأهلي. إذن الوقت انقضى الآن بدقيقة باقية، دقيقة واحدة باقية. حديث يجمع بشير سعيد وإسماعيل أحمد، قلبي الدفاع في هذه الآونة. كوزمين لاحظ في الصورة من المدرجات، أصبح مشجعاً، أصبح يؤازر، أبجر التبديلات، يتابع اللحظات الفريدة. قلت أن هناك أكثر من هدف، جاء هدف للعين، أصبحت 2-1 الآن. خطأ لمصلحة الأهلي في مكان خطير تقريباً من هالمسافة في الشوط الأول. نجح بشير سعيد بتسجيل هدف الثاني. هنا الخطأ لأحمد خليل الذي تقدم، أوقع أرضاً، خطأ لمصلحة الأهلي. كيكي فلوريس يتابع، منظر مهيب ومشهد رائع يهز استاد النهيان هنا. وفعلاً باهية أرض الجمال، باهية يا أبو ظبي بها المباراة الباهية الرائعة حتى هذه الأونة وحتى اللحظات الأخيرة، الثواني الأخيرة، 90 وصلنا لها، الوقت الأصلي انتهى. كم رفع دقيقة واحدة ربما، لما أرى من بعيد الحكم الرابع، ربما دقيقة واحدة فقط في ساعة الجنيبي. بشير سعيد، عالية وبعيدة، الفرصة الأخيرة الآن عينوية، الفرصة الأخيرة عينوية، الرغبة العينوية من الهجمة الأخيرة. كما رأيت من هنا دقيقة واحدة فقط رفعت كوقت، أعتقد أنها أكثر لأن الإصابات كانت أكثر، لكن الآن كما يحدث لا، ست دقائق، نعم ربما، نعم الحكم الرابع رفع 6 دقائق، نظير الأحداث ونظير، أنا قلت أكثر لأن من غير المعقول، كان هناك إصابات، كان هناك التحامات، كان هناك حقيقة احتجاجات، وكان هناك تعطل، وست دقائق فرصة مواتية للعين الآن، لكنها تتكمل، تعود عينوية، متاحة الآن للأمة البنفسجية التي تؤازر، ترفع الأعلام، الفرسان لا يستسلمون، الله على الحمر، الحمر يتقدمون الآن
2-1 يسيطرون على الكرة. يتقدم الآن نجم من نجوم المباراة خيمينيز، يسيطر على كرته، يعيدها إلى الدفاع أو يحاول حفاظ على كرته، يرسل كرة عالية 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 جميلة باتجاه الجهة اليمنى. عدنان حسين يتقدم يبحث عن مساندة، غير لعب بكرة خاطئة باتجاه طارق أحمد، سيطر عليها، خطأ للعين، خطأ للعين. الآن المباراة رائعة ومثيرة ومشوقة حقيقة حتى هذه الآونة. الكرة تصل من جديد والمحاولة قائمة وحالة تسلل حاضرة. من 6 دقائق مرت 2 دقيقة وباقي 4، ومن دور الأربعة نختار الأهلي. حتى الآن هو من اختار الوصول إلى المباراة النهائية إلى يوم 28 مايو. هكذا يأتي المنظر وهكذا يأتي المشهد هنا في استادنا النهيان، والكل حقيقة ينتظر في البطولة الغالية، بطولة كأس سيدي رئيس الدولة، البطولة التي تنتظر فارسا مع الفرسان الوصول إلى المباراة النهائية، إما الوحدة أو الشباب، أو إما أن العين يأمل بقلب الطاولة بتحقيق ما يتمناه. الآن الكرة تصل من جديد، عيناوية في هذه اللحظة، تعود الكرة للخلف، محمد سالم يرسل الكرة إلى الجانب الأيمن، الوهيبي يحضرها، المطالب من مساعد كوزمن، الكرة توصل على طول وتتحضر وتتهيأ، وجول وجول وجول، غير معقول. الله، لا 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 لا، صدقوا ما يحدث الآن. إجياز سجل هدف، المساعد رفع الراية، الهدف يلغى. ماذا حدث بالضبط؟ ماذا حدث بالضبط؟ خلينا نشوف، خلينا نتابع. إجيال والجماهير وبطاقة هنا أيضا صفراء حدثت في هذه الآونة وفي هذه الصورة، لكن لمن؟ خلينا نشوف الإعادة، خلينا نشوف الكورة. نعم الهدف ألغي، هذه هي الإعادة. هنا إسماعيل أحمد، قرار سليم من الحكم المساعد. نعم إجيام في موقع تسلل، إلغاء الهدف كان قرارا صائبا من الحكم المساعد في هذه الصورة. يا لها من أحداث، ويا لها الآن من كرة، ورايا أيضا ترفع في هذه الكرة الأخيرة. وصلنا إلى 4 دقائق من أصل 6، دقيقتين أمام الزعيم الذي حقيقة رغم أنه يلعب ب10 لاعبين يثبت بأنه فريق كبير، فريق صعب. وهذه كرة فيها حقيقة ردة فعل، لأن ربما ما كان فيها حالة تسلل، والاحتجاج كان حاضرا وواضحا في اللقطة الأخيرة. العين لا يستسلم، لأن الفرق الكبيرة لا تسقط بسهولة، وهكذا ب10 لاعبين العين يقدم ملحمة رغبة في العودة. الأهلي يتراجع، فرص من الفرص الأخيرة العينوية. الآن محاولة قائمة، الكرة تصل من جديد لمصلحة محمد عبد الرحمن، بيرسل الكرة عالية إلى إسماعيل أحمد، حضرها وجيان سددها خطيرة، وإلى ركلة زاوية، ركلة زاوية للعين، ركلة زاوية. دقيقة واحدة فقط، إما فرسان أو زعيم إلى المباراة النهائية. هكذا يعمل العين بتسجيل هدف التعادل وتمديد المباراة، إنها ماراثونية في شوطيها، فكيف لو تمدد؟ الكرة خطيرة وبتتكمل على طول. مرتدة، مرتدة أحلاوية الآن، هجوم مرتد، عاد على الوهيبي، يسيطر كرة ويعيدها إلى داود سليمان، داود بيعليها، الكل يتابع يراقب، لحظات حسم، لحظات بطاقة، لحظات تأهل، لحظات فرح، لحظات سعادة. إنها تقترب للأحمر، الجماهير الأهلاوية الآن تردد وتصفق، الجماهير العينوية تعطي الحوافز. الكرة الأخيرة من بروسكي، إنها تأتي في المدافع، إنها تترك ردة فعل
إنها تطالب الحكم بقرار، لكن هذا لم يحدث. وهذه الكرة التي فيها كانت الراية قد رفعت وأثارت أيضا جدلا. هذا حتى عمر عبد الرحمن الذي دائما ما يكون هادئ إنه يفقد هدوءه مع هذه الكرات ومع هذه المطالب. يا لها من لحظات مثيرة ويا لها من مناظر. وكما قلت في بداية المباراة، استمتعوا بهذه المباراة بكل تفاصيلها، بكل شحنائها، بكل أهدافها، بكل حقيقة بطاقاتها، بكل أهدافها ومتعتها. عمر عبد الرحمن بطاقة صفراء والليلة باينة حمراء، الليلة باينة حمراء، الليلة حتى الآن بهذه اللقطات المثيرة والمميزة. نعم، إننا كأننا في قاعة السينما من الأحداث الرائعة، ويبدو أن بطاقة حمراء تأتي لعمر عبد الرحمن في هذه الآونة. مباراة فيها أكشن، فيها مشاهد. لقد اعتدنا على مباراة الفريقين. عمر عبد الرحمن بالبطاقة الحمراء، اعتدنا على هذه الإثارة، على هذا التشويق، على مباراة في النص وخارج النص. هنا خرج